امل الحمل امل جميل جدا، والست بطبيعتها اكتر من الراجل تحب تكون ام. كل ما زاد سن المريضه كل ما قل فرص الحمل بالحقن المجهري، ومع ذلك في مرضى بنعمل لهم الحقن المجهري في سن متقدم شويه وربنا بيكرمهم بالحمل. الست من اول ما بتتولد لحد ما بتقطع الخصوبه عندها ربنا بيديها عدد معين من البويضات بتقعد تستهلك على مدار السنين دي. مينفعش ان انا كاستشاري نساء عمالش بتابع السيده بس، وما معيش مثلا استشاري ذكوره يتابع الزوج ده لما يكون عنده مشكله. انا في الاخر مهمتي ايه؟ ان السيده دي تحمل. انا ما اجيش بقى اعمل حاجه اقضي لها بيها على الخلفه. الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري وجراحة المناظير النسائية بمراكز رويال للخصوبة بالمنصورة ومصر للخصوبة بالمهندسين وسي بي سي كابيتال عباس العقاد ومستشفى الكنانة بطنطا. أهلا بكم. يظل حب الأم هو الحب الأكثر صدقاً، أكثر استحقاقاً للدراسة، الأغرب الأجمل. يعني الأم بتعمل حاجات لأولادها غريبة جدا جدا، جميلة وعظيمة جدا. لكن خليني أقول لكم إنه كتير من البنات دلوقتي بتعاني من المشاكل في التبويض، من ضمنها التكيس المبيض، من ضمنها مخزون المبيض. على فكرة يعني مثلا الناس اللي عندها مشاكل في جودة البويض، جودة وكمان مخزون المبيض، القصة دي لو إنه في حاجات لازم الست تعملها عشان تحافظ على المبيض بتاعها، يعني في عوامل معينة وأشياء عامة ده لازم تنصح بها أي بنت عشان تحافظ على مخزون مبيضها وعلى جودة بويضتها. حاجات دي من ضمنها أول حاجات تجنبي التدخين، أرجوكي تجنبي التدخين، ده يأثر جدا على مخزون وجودة البويضات. تقلل الإجهاد، الست مش مؤهلة لإجهاد عنيف. البنات اللي هم طلعت شوية كده حاجة اسمها independent strong woman، حاجة اسمها المرأة القوية التي ليه مش يعني متشنجه قوي كده بجد، يعني ليه؟ المرأة مش مؤهلة لكده. المرأة لازم تبقى هادية وجميلة وتقعد في البيت أكتر ما بتخرج بره البيت. يعني المرأة طبيعة تكوينها كده. الكلام ده ممكن يزعل ناس مني بس هي دي الحقيقة، هي فيسيولوجيا ما تقدرش تكون غير كده. ولما بتبقى غير كده بتحاول تكون غيرها، بتدفع ثمن غالي، تكبر وبتعجز وبشرتها بتبقى مش كويسة وشعرها بيتأثر والبويضات بتقل وفرص إنجابها بتقل وهرمون الأنوثة بتتأثر وهرمون الذكورة بيعلى. التوتر والحاجات دي بيعمل خلل، الست ما تقدرش تأوفركم إت. ولذلك الست، واحد يقول لي ده الست تكتب في السي في بتشتغل تحت ضغوط نفسية عنيفة، أقول له لا، الست مش المفروض إنها تشتغل، إحنا اللي المفروض نشتغل تحت ضغوط نفسية عنيفة. عشان كده ما بنلاقيش ستات يعني في شغل معين ما بيبدعوش فيه، لان هما بيحبوا هما يشتغلوا في حاجات الروقان، حاجات اللي فيها ذوق، ما ان احنا نعرفش نشتغل احنا لعلمكم، هما يشتغلوا احسن مننا كتير قوي الحاجات اللي فيها روقان وذوق والتنسيق ومش عارف ايه والظهور والديكور وفي برانشات الطب اللي عايزه ايه روقان. لكن الاستريس بتاعنا ده حقيقي. طبعا في ناس تقول لي لا انت رجل في مجتمع ذكوري بتقول هذا الكلام، ده كلام علمي. كمان قللي الطعام الغير صحي، الست تتأثر جدا وبويضاتها تتأثر لو كلت أكل مش صحي، فاست فود والحاجات اللي فيها هرمونات. كمان حافظي على وزنك، أرجوكي حافظي على وزنك. النهاردة بنتكلم في منطقة مهمة اسمها جودة ومخزون مخزون المبيض في الأساس، أكيد همر على جودة البويضة، بس مخزون المبيض ده كلمة مهمة جدا وتقيلة ولازم نفهمها بالتفصيل، وخصوصا ان في عنوان دلوقتي بيفرض نفسه بقوه. ليه بنات في سن صغير بتيجي يقولوا لها مخزون مبيض بتاعك راح خلاص، الاي ام اتش بتاعك وصل لمستويات متدنيه، ما ينفعش معاها خلفه، ليه؟ ده سؤال مهم جدا هساله الضيف العزيز في وسط كلامي. الضيف العزيز بيبدعني، بيمتع ويبدع دائما في حواره، وبيمتعني جدا باسلوبه العلمي الدقيق وفي نفس الوقت السلس، ودي معادلة مهمة جدا في الإعلام إن احنا نطرح العلم الغزير وفي نفس الوقت سلاسة العرض. ضيف العزيز الأستاذ الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري جراح الحقن المجهري وجراحات المناظير النسائية بمراكز رويال. أهلا بيك يا دكتور، يعني سعيد جدا جدا بهذه الزيارة.
وانا سعيد اكتر يا دكتور ايمن، وتشرفت بالتواجد مع حضرتك ومع مشاهدينا. وطبعا لحضرتك الموضوع اللي بتطرحه مهم جدا، لان احنا عدنا بنشوفه كتير. زي ما حضرتك بتقول، احنا عدنا بنشوف بنات سنها صغير وجايرنا بمخزون قليل جدا. هي عاوزة تفهم الاول ازاي، يعني هو ايه مخزون المبيض ده؟ طب اشخصه ازاي؟ اعرف طرق تشخيصه، هل تشخيصه بالسونار بس ولا في تشخيص معملي كمان جنب السونار ده؟ طب هل ليها علاج ولا لا؟ يعني هي عاوزه حضرتك كدكتور جياله تسالها اخبار مخزون المبيض بتاعك ايه، وقالوا لي ان مخزوني ضعيف، تجاوب لها على الاسئله دي، وهل ليها امل في الخلفه ولا لا؟ اللي هو اهم شيء، اهم سؤال جاي تساله لك. ايه اهميه مخزون المبيض؟ مخزون المبيض مهم جدا لكل سيدة. يمكن زمان ما كانش عندنا اهتمام بالهرمونات، ما كناش بنبص للهرمونات بطريقة واسعة شوية. دلوقتي لا، بقى السؤال الأول عندي لأي سيدة داخلالي، فين تحاليل الهرمونات بتاعت حضرتك؟ ما هو ما ينفعش حضرتك، يعني أنا بلاقي سيدات كتير جايالي السنتر عندي واخدة تنشيط، واخدة علاجات، واخدة حاجات، كل شويه منشطات منشطات. طب حضرتك عملتي تحاليل هرمونات؟ لا. طب عرفتي منين ان عندك مشكله في التبويض؟ هم الدكاتره بيكتبوا لي منشطات. لا، البطاقه بتاعتك معايا هرموناتك الاول. زمان كنا بنبص المخزون المبيض بهرمونات بتطلع عندنا من حاجه هنا اسمها الغده النخاميه، كان في هرمونات بنبحث عنها وبنضطر ان احنا بنقول للمريضه لازم تعمليها تاني وتالت يوم البيريود، اللي هي هرمون الاف اس اتش والال اتش. مشكله الهرمونين دول ان كان فيهم فالسس كتير، يعني كان فيهم مشاكل ان المريضه لو واخده ادويه ممكن تتاثر وتاثر على نتيجه الهرمونات دي، ان انا مضطر اجيب المريضه في وقت معين من البيريود، فده بيصعب على بعض المرضى اللي عندهم اختلال في البيريود، البيريود بتاعتها مش مظبوطة أو ما بتجيش أو عندها مشكلة كبيرة فيها. فكان الستات دول عندهم مشكلة إن أنا أشخصهم صح. طلع بقى تحليل أحدث اللي حضرتك لسه كنت بتقول عليه دلوقتي من شوية، اللي هو الأنتي موليريان هرمون الاختصار زي ما حضرتك قلت الAMH. له ميزة عن التحليل القديم؟ ميزة إنه أكثر دقة، ده واحد. الميزة الثانية انه بيتعمل في اي وقت، يعني السيدة اللي جاية لي عندها البيريود، ما عندهاش البيريود، تاني يوم، تالت يوم، عاشر يوم، جاية قبل البيريود مباشرة، بيتعمل في اي وقت وما بيتأثرش بأي حاجة. المريضة واخدة منشطات، واخدة علاجات، واخدة اي حاجة، ما بيتأثرش بأي حاجة، وبالتالي فده كان الدقة بتاعته اكتر بكتير من التحاليل القديمة اللي احنا كنا بنلجأ ليها لتشخيص ضعف المخزون او مشكله في مخزون المبيض. انا بس عايزه اسال على النسبه الطبيعيه لمخزون المبيض عند كل ست ايه؟ ولا بيختلف حسب العمر والست نفسها؟ هو طبعا بيختلف، بس احنا لما جاي زي ما قلت لحضرتك تحليل الام اتش ده الاكثر دقه، وبالتالي هم حطوا رقم واحد، ده الرقم اللي هو الكات ليفل بتاعي. اقل من واحد يبقى السيده دي عندها ضعف مخزون، أكتر من واحد يبقى السيدة دي مخزونها كويس. ساعات يبقى المخزون عالي شوية كمان، يبقى أكتر من ثلاثة، ده المرضى اللي عندهم حاجة اسمها تكيسات المبيضين، المخزون بيبقى عندهم زايد شوية لأن عندهم أنترافولكال كاونت أو مقدمات حويصلات مبدئية كتير. ودي صورة حضرتك لو شايفها، ده بيبين لي شكل المخزون الطبيعي للسيدة. شايف حضرتك في الالترا ساوند هتلاقي المخزون الطبيعي السيده بيبقى عندها تقريبا في المبيض 5 لـ6 بويضات تقريبا في كل مبيض. يعني تقريبا التوتال في المبيضين بيبقى في حدود 10 لـ12 بويضه. لو حضرتك بصيت على الصوره بقى اللي جنبها، لا بص كده شويه، حاول تطلع لي بويضات فيها. لا مفيش اي عجبين. دي بقى المرضى اللي عندهم حاجه اسمها ضعف مخزون. يبقى هو مش التشخيص بس بالتحليل الهرموني اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليه من شويه، لا، في تشخيص اخر مهم وكوبرتيف مع ده، يعني لازم الاثنين سوا، ما ينفعش اعتمد على تحليل وبس، لازم عيني تشوف ده بالالترا ساوند او السونار المهبلي اللي احنا بنعمله، سواء بقى سونار 2D او 3D whatever، بس
أنا هقيم عدد الحويصلات المبدئية في كل مبيض. ده شكله مبيض طبيعي لأن في عدد حويصلات تقريبا من 5 لـ 6 تقريبا في كل مبيض. التاني أنا تقريبا مش شايف فيه حويصلات، وهو ده المرضى اللي عندهم ضعف مخزون. عشان كده أنا بقول لهم المرضى اللي بيقولنا بالAMH تحليلهم قليل قوي، أنا مش هعتمد على التحليل بس، أنا هبص على حضراتكم بالألترا ساوند كمان عشان أعرف عدد الحويصلات المبدئية عندكم قبل ما ابتدي إجراء زي الحقن المجهري، عشان أقول لكم هعرف أطلع منكم بويضات ولا لأ، عشان أقول لكم لو طلعت بويضات هطلع تقريبا قد إيه. طب هل المرضى دول بنقول لهم يلا تعالوا ننشطكم الحقن المجهري على طول كده؟ لا، هندي لهم أدوية زي ما حضرتك لسه كنت بتتكلم من شوية. مش قصة إن طلع بويضة أو بويضتين لأن هما مش هيطلعوا أكتر من كده في مخزنهم ده، أنا عاوز أطلع بويضة جيدة. المنشطات هل هي مظلومة؟ هل بتؤخذ بطريقة صحيحة في معظم الأحيان؟ تأثيرها على مخزون المبيض وتأثيرها على التبويض؟ يعني احنا سؤال مهم جدا يا دكتور أيمن. ليه بقى احنا بنتسأله يوميا؟ تجي لنا بعض السيدات تقول لنا أنا عمالة أخد منشطات وحضراتكم بنشطوني وأنا عندي ضعف تبويض وبتنشطوني، هل تنشيطي ده هيأثر على مخزوني ويستهلك من مخزوني؟ هقول لها على عكس ما أنت معتقدة، لا مش هيأثر. أنت اعتقادك أنه هيأثر، لا مش هيأثر. ليه بقى مش هيأثر؟ إحنا الطبيعي في كل دورة يا دكتور أيمن في بويضة بتنضج وبتوصل للنضج اللي ممكن يحصل فيها إخصاب أو انقسام وتكمل لجنين أو تنزل وينزل الدورة، وفي تقريبا من 20 لـ 21 بويضة تانيين بيضمروا بيحصلهم حاجة اسمها أتريزيا، كده كده هيحصل لهم في الدورة. طيب المريضة اللي نشطتها بدل ما كانت في بويضة واحدة بتنضج في الدورة أنا نشطتها فطلعت لها 3-4، بدل الأتريزيا ما كان هيحصل للـ 20 21 هيبقى 17 هيحصل لهم أتريزي، يبقى أنا خدت من المخزون حاجة؟ هم نفس البويضات بس أنا إيه خدت منهم أكثر، يعني نضجت منهم أكتر من بويضة. في الحقن المجهري لأن المرضى بتخاف من طبع الحقن، إحنا بننشط بطرق أوسع شوية أو التنشيط بيبقى أعلى شوية، فمش هطلع 3-4 ممكن أطلع 10-12. طب هل ده هيأثر على مخزونها؟ لا مش هيأثر على المخزون خالص، لأنها برضو هطلع 10-12 ناضجين ويحصل أتريزيا للباقي اللي هو نفس العدد اللي كان هيحصل من الأول. طب إيه بقى اللي ممكن يأثر على المخزون ويبقى مضر ليها؟ التدخل للمبيض دي المبايض سواء ده أو ده بطريقة خاطئة. بمعنى سيدة عندها كيس على المبيض وكتير بنشوفه، وده فرق برضو عشان الناس اللي بتسمعنا، في ناس بتخلط كتير يا دكتور أيمن ما بين الكيس والتكيسات. يعني في ناس عندها اعتقاد ان ده هو ده، لا تكيسات يعني بويضات كتيره صغيره ما بتوصلش للنضج. الكيس لا، ده بويضه ما انفجرتش او ما يعني ما حصلهاش اخصاب وكبرت عن حجمها الطبيعي، بدل ما توصل ل 18-20 بقت 30-32 ملي اللي هو يعني بالسنتيات 3-4 سنتي، فكبرت عن الطبيعي وعملت كيس. سواء ساعات بيبقى كيس ميه يعني جواه ميه، وساعات يبقى كيس دموي اللي هو جواه دم. الكيس ده في بعض الناس تقول للسيده دي تعالي ده اصل عامل لك الم جامد تعالي ماشيله لك، ويتدخلوا جراحيا للمريضه دي ويجي يشيل الكيس ده يقوم ايه واخد جزء من المبيض معاه. اهو ده بقى ايه مانوفر خاطئ اثر على المريضه بالسلب. راح بدل ما زي ما بدل يقول في المثل بدل جيت كحلها تعميها، يعني انت جاي تساعدها عشان هي بتقلم شويه حضرتك رحت ضيعت لها مخزون المبيض بتاعها. ليه؟ شلت لي جزء من المبيض ده، وبعد كده السيده جات لنا مخزون المبيض بتاعها وقع بقى، كان اللي هو ايه ام اتش فوق الواحد وكويس وزي الفل بقى اقل من واحد. وده يصدق عليه برضو ابو العريف، ابو العريف يجي يقول المعلومه يفتي. يجي عايز يفيد، هو من جواه عايز يفيد فعلا، بس هيعمل ايه؟ ما هو مش كل اللي عايز بيقدر يعمل. تعالوا نسمع ونشوف ابو العريف عايز يعمل فينا ايه النهارده. شغلهم يشغلهم ده بيتكلم بجد.
يعني بيت المخدرات. على فكره احنا يعني بنقابل نماذج يعني احنا بنيجي هو بيتكلم في ناس بتجي لنا السنتر لكن الناس يعني بعضها يعني احنا نحط عندك بدل ما احط عندك كيلو لحم نحط عندك شويه بيضه. في ناس بتجي لنا السنتر كده يعني في دماغها معتقدات غريبه جدا وانت عشان تقنعها عشان تقنعها بالوضع ازاي تقول انا اجمد يعني احط الحاجه في الفريزر طب ومش هيحصل لها حاجه العيال مش هتتجمد مش يا ستي لا ده مش الفكره ده في التجميد ده له تقنيات وبيتجمد تحت في سائل اسمه النيتروجين حاجه قصه خالص غير اللي حضرتك متخيلها غير تجميد اللحمه والفراخ ده. هو شوف الابداع قال لك بس نحطه في حته لا ومذاكر يعني عنده الالترنتيفز كمان يعني عنده البدايل يعني يقول لك انت اسال كده الفراخ واللحم حطيهم عند جارتك ولو ما لقيتهاش روحي عند جارتك. والله يعني انا ببقى سعيد بالتواجد مع حضرتك يا دكتور ايمن ومع المشاهدين ويا رب هم يكونوا بيستفادوا من الكلام اللي احنا بنقوله بالذات عيانين ضعف المخزون دول احنا بنقابلهم كتير وبيبقوا فاقدين الامل جدا احنا بنتمنى ان احنا نكون دافع امل ليهم ان ربنا يرزقهم. يعني يمكن انا يحضرني كان مريضه عندي تاخره بقالها 19 سنه وحاولت كل مره بتحاول مش عارفه تطلع بويضات تحاول مش عارفه تطلع بويضات احنا مشينا معاها زي ما لسه كنا بنقول ادينها ادويه لتحسين الجوده مشينا معاها ببروتوكول المناسب ليها ما هو برضو دول لهم بروتوكول مناسب اللي هو بروتوكول القصير ده بيبقى اكثر مناسبه للمرضى دول جمعنا لها على اكثر من دوره لحد ما قدرنا نحصل من الدورتين اللي جمعناهم لها على جنينين وزرعناهم جوه الرحم وربنا اراد ان يكرمها بتاعهم. شوف اللي كانت بتتمنى الخلفه ومش لاقياها وبعض الناس سدوا في وشها الامل وقالوا لها لا حضرتك روحي مالكيش امل في الخلفه لا لما اجتهدت واخدت بالاسباب وكانت مع ناس فاهمه في الموضوع بتحضرها تحضير صح ربنا اراد ووفق. فاحنا بنقول الحالات دي اهم شيء فيها التحضير الجيد زي ما دايما يعني في مثل بنقوله اهم من العمل ايه ضبط العمل. لدينا قلبتها زمان. اهم من العمل ضبط العمل وزي ما قلت لكم اذا صح اللجوء اذهلك العطاء يعني فعلا. ضيف العزيز الاستاذ دكتور احمد عاصم المولى استشاري الحقن المجاري وجراحات المناظير النسائيه بمراكز رويال نورتني واسعدتني. الله يخليك خليكم دايما مع الناس الحلوه. مشكله البنكرياس اعراضه بنسميها دايما فيج يعني ملهاش عرض محدد. أورام البنكرياس، البنكرياس عموما ما حدش يعرف عنه حاجه. تشخيصه ان احنا نقول ينفع له عمليه فعلا اتطور جدا جدا. مش هيدي اعراض غير ما يوصل لحجم كبير قوي. وبالتالي في الغالب بيتشخص متأخر قوي عشان استأصل المنطقة صعبة شوية والعملية تبان إنها تخوف شوية لكن نسبة نجاحها دلوقتي تتعدى 95%. الدكتور محمد فتحي عبد الغفار أستاذ جراحة وزراعة الكبد كلية طب جامعة عين شمس استشاري جراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس عميد المعهد القومي للكبد سابقاً زميل جامعة إيسن بألمانيا لجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية. الإحصائيات الدولية بتشير إلى أن التهاب البنكرياس أدى إلى وفاة 83 ألف حالة سنة 1990 وازداد العدد إلى 123 ألف حالة سنة 2013. أحياناً بيكون سبب الإصابة بالتهاب البنكرياس مجهول وغالباً مرض السكر من النوع الثاني بيزيد من فرص الإصابة بالتهاب البنكرياس بنسبة 2.8 أعلى من الأشخاص العاديين. أما أشهر أسباب حدوث التهاب البنكرياس فمنها سوء استخدام المواد الكحولية وحصل مرارة وممكن جراحة في البطن أو بعض الأدوية تسبب التهاب البنكرياس وطبعاً التدخين ووجود تاريخ عائلي للإصابة بالتهاب البنكرياس وارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم والعدوى والجرح في البطن
كل دي أسباب وجودها بيحتم علينا مراجعة الطبيب فوراً للكشف عن التهاب البنكرياس. أهلاً بيكم. البنكرياس يظل واحد من الأجزاء اللي في الجسم اللي فيها نقص كبير في الثقافة، واللي فيها كمان نقص كبير في القدرة التشخيصية عند الجموع من شباب الأطباء في الأجيال الحديثة. كثير جدا من شباب الأطباء أجدوا غير ملم بالشكل التشريحي للبنكرياس، بأعراض البنكرياس، ولذلك يبقى كلمة أورام بنكرياس كلمة مخيفة للغاية. لأولا لأنه كتير مننا بيفسر أعراضها بشكل بنسميه إحنا تفسير ساذج. عيان جاي بيشتكي من ألم ممتد من السرة عنيف داخل لغاية ظهره، قولون عصبي، مشاكل في المعدة، يا أخي أنت متوتر، وفي الآخر نجد أنه مشكلة في أورام البنكرياس. البنكرياس عضو تكوينه غريب شوية، بيكون من رأس وجسم وديل، وهو عضو فعال من ناحية الاندوكراين، ناحية الغدد الصماء، لأنه هو بيفرز هرمون مشهور جدا عندنا كلنا وعارفينه كلنا اللي هو الإنسولين، ووظائف أخرى وهرمونات أخرى. مهم جدا إن احنا نعرف إنه موقعه موقع استراتيجي خطير جدا، قريب جدا هو من أو هو محاط بالإثنى عشر، وفي قنوات فيه، وفي قنوتين مشتركتين في جزء منه. فلما بيحصل تكوين ورمي فيه ممكن يبقى الأعراض شكلها تستبعد في كثير من الأحيان إن هي تكون شيء في البنكرياس ويطلع في البنكرياس. يعني عين جاي بيخرج، عين جاي عنده صفرة، فتفكر في الكبد وبتاع ويطلع المشكلة كلها في البنكرياس نتيجة انسداد في الأمبولة. يعني لازم نركز في حوار النهاردة على مستوى العائلات، على مستوى اللي عندهم تاريخ مرضي، على مستوى الجراحين، على مستوى دكاترة البطنة، كل دول لازم يركزوا، على مستوى حتى الاستقبال، الناس اللي في الامتياز اللي بيشتغلوا في الاستقبال والنواب اللي بيشتغلوا في الاستقبال لازم يركزوا النهاردة في حلقة النهاردة اننا نستفيدوا استفادة كبيرة جدا جدا في جزء كبير منها. النهاردة حوار الأمتع، واحد من الحوارات اللي بنفخر بيها، واحد من التوب ديسكشنز، من الحوارات يعني التوب انترفيو اللي عندنا أكيد مع العالم الكبير والاسم الكبير القدير في هذا المجال، الاسم العالمي بكل معنى يعني الكلمة اللي بنفخر بوجوده معنا، ضيف العزيز الأستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الغفار، أستاذ جراحات وزراعة الكبد، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل جامعة أيسن ألمانيا لجراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، وعميد معهد الكبد السابق. بتنور كالعادة وبتشرفني كالعادة وتبهرني بشياكتك، ده رقم واحد. رقم اتنين، الموضوع البنكرياس، احنا هنتكلم على سرطان البنكرياس، وزي ما بيقولوا احنا جايين ايه في قلب يعني الإثارة. سرطان البنكرياس ما هو؟ نسبة انتشاره في مصر عاملة ازاي؟ نقول بس اول كلمة كده عنه، احنا مبدئيا بنتكلم على ورم رابع سبب وفيات على مستوى العالم كله من السرطانات بصفة عامة، من اكتر الاورام اللي نسب يعني حدوثها بتزيد في كل دول العالم، من اكتر الاورام اللي انا في رايي مش مفهومه، لان احنا بنتعامل مع حاجه غريبه جدا. اي ورم في الدنيا، حتى لما بتعمل عمليه وتشيل الورم، انت متوقع ايه؟ ان الاغلب ان انا مش هيرجع، والاغلب ان انا هيخف. طب لما العام بيسالني عنده ورم في راس البنكرياس وهنشيله، هقوله هنشيله بعمليه هنوصفها بعد شويه، هنعرف انها كبيره قد ايه، وهياخد كيماوي بعدها. طب نسبه ارتجاعه بعد كل ده قد ايه؟ 70%. يعني الاغلب انه هيرجع. هل في الجراحه ورم بشيله وانا بشيله عارف ان بنسبه 70% هيرجع تاني؟ مفيش. فهي شيء محير العالم كله. الكلام ده اورام الثدي على فكره نسبه ارتجاعها بسيطه جدا، انت اي ورم هتلاقيه 10% 20%. اورام القولون نفس الكلام، الا مفيش دوت، وده على مستوى العالم كله. هنتكلم 30% اللي بيخف تماما منه، 70% بيرجع له ورم تاني، ده على مستوى العالم كله في احسن مكان. وفي ناس بتقول ان الرقم دوت
ده انتم مبالغين فيه شويه، هو الحقيقي بتاعه 20% مش 30%. فاحنا بنتعامل مع حاجه احنا حتى هذه اللحظه مش قادرين نحط ايدينا على مشكلته الرئيسيه. يعني في اعتقادي ان احنا بعد كام سنه هنعرف ان احنا لا احنا كنا بنتعامل معاه بطريقه خاطئه شويه. يمكن النهارده هتكلم على حاجه اتعملت تعديل في عمليه قد يكون ليه مردود في الرقم ده شويه. يعني يمكن دي الحاجه الكويسه النهارده اللي نتكلم عنها ان شاء الله. انواع الاورام، انواع اورام البنكرياس ايه؟ هو اورام البنكرياس عامه ما بتطلع الاورام الحميده دي مش كتير، ودي معظمها بتبقى حاجات ليها وظيفه وبالتالي بتبان بسهوله. يعني مثلا واحد عنده ورم بيطلع الانسولين، واحد عنده ورم سيلينوما حاجات كده. ودي الحمد لله انا معظمها حميده، يعني لما بتتشال ما بترجعش تاني، وفي بعضها ما يحتاجش حتى انه يتشال. الاورام السرطانيه بقى بتاعت البنكرياس هتتقسم لجزئين، جزء هيطلع في راس البنكرياس وجزء يطلع في الجسم او في الديل. كل واحد فيهم فيه ميزه وفيه عيب. اللي هيطلع لي في الراس عمليته كبيره قوي، محتاج اشيل حاجات كتير عشان اشيله، ولكن في المقابل تشخيصه في الغالب بيبقى بدري، لان العيان بيجي له صفره بدري فبيكتشف بدري. اللي في جسم البنكرياس عمليته صغيره، انا هشيل جزء من البنكرياس بس مع الطحال فقط، مفيش توصيلات، ولكن نادرا ما بيجي عيان ينفع له عمليه لانه ملوش اعراض. زي ما حضرتك قلت في البدايه اعراضه فيك، مش واضحه. في الغالب العيان اتشخص قولون عصبي، جرثومه معده. انا ما عنديش مشكله ان هو ده يبقى التشخيص الاولاني، بس بعد انت عملت التشخيص الاولاني ده وما جابش نتيجه لازم نفكر في الحاجه الثانيه على طول بسرعه. لكن دايما العين يجي بعد سنه او سنه ونص وهو بيلف بقاله سنه على الوجع اللي مش جامد قوي، لغايه ما ابتدى يبقى وجع جامد قوي بقى ويسمع في الظهر وابتدى يخس. يعني دخلنا في مرحله ثانيه. فجسم البنكرياس مشكلته ان اعراضه مش واضحه، وبالتالي تشخيصه دايما متاخر ودايما بيوصل لمرحله بيبقى صعب العمليات فيها. السؤال بقى اللي دايما بنفكر فيه العوامل او الاسباب، وكلمه اسباب مش دقيقه، هي عوامل اكيد. حاجتين او يعني كحول. جزئين كده طبعا، يعني قصدي في حاجات احنا بنعملها زي الكحول، زي السجاير، الخمر، يعني الكحول اللي هو شرب الخمر مش الكحول اللي بنمسح بيه ايدينا. في ناس دي العوامل اللي هي ممكن نمنعها. في عوامل تانية أهم منها وهي الأكياس بتاعت البنكرياس. ليه بنقول عليها أهم منها؟ ما كناش زمان بناخد بالنا منها قوي. في أنواع بقى، في كتب بتتكلم على حاجة اسمها IPMN. IPMN ده نوع من الأكياس البنكرياس. طب إيه أهميته؟ إن في أنواع منها 70% بيقلب ورم. والنوع ده لو أنا لقطته وهو لسه كيس وعملت له عملية، العيان هيخف ومش هيرجع له حاجة. لو أنا سبته لغاية ما قلب ورم بقى عامل زي ورم البنكرياس، لو بنتكلم إن 70% مش هيرجع الورم مرة تانية. فالأكياس بتاعت البنكرياس دي من الحاجات العوامل الخطورة المهمة جدا، لازم نعرف نوع الكيس إيه، هل النوع ده من النوع اللي بيقلب ولا ما يقلبش، طريقة متابعته عاملة إزاي، مين أقول له لازم يعمل عملية دلوقتي، مين أقول له بعد 6 شهور أشوفك تاني، وهكذا. في هناك عوامل أخرى، جينات، وراثة؟ طبعا الحاجات، ما أنا بقول لك الحاجات اللي إحنا نقدر نتحكم فيها. الحاجات التانية ماليش يد فيها، حاجات وراثية، حاجات جينية، حاجات زي كده مش هقدر اعمل فيها حاجه. ايه بقى الجديد؟ الجديد زي ما قلت لحضرتك احنا العالم كله بيدور على قصه ليه الورم ده بالذات بيرجع بالمنظر دوت. احنا في الطب كده بنقول معدل الحياه بعد العمليه، يعني السرفايفل قد ايه معدل الحياه لعمليات الورم. 5 year survival rate. معدل بعد كم هيعيش قد ايه؟ 5 سنين بعد العمليه. والمتوسط احنا قلنا يعني 70% هيرجع له الورم و30% هيخف. طيب لو قسمناهم الاثنين على بعض بقى معدل الحياه تقريبا قد ايه لمريض بعد ما يعمل العمليه؟ 28 شهر. دي النسب العالميه. طيب ايه الجديد بقى؟ ان هم ابتدوا يفكروا هو ليه الورم عنيف بهذا المنظر؟ مشكله البنكرياس قربه بالشرايين والاورده زي ما حضرتك قلت في الاول. انت عندك اي ورم، احنا الفرق بين راس البنكرياس وجسم البنكرياس تشريحيا زي الصورة احنا شايفينها ديت. الفرق بين الراس والجسم ايه؟ الوريد البابي والشريان بتاع الامعاء اللي داخل جوه البنكرياس نفسه. يعني لازق فيه، نايم عليه. وبالتالي اي انتشار هيبقى انتشار عن طريق دول. دايما الشرايين والاوردة
بيجي له الاوعيه الليمفاويه تمشي معاه، يعني ما بتمشيش لوحدها، بتشوف اي شويه وتمشي معاه. الاعصاب نفس القصه، تشوف اي شويه وتمشي معاه. فوجود الشرايين كلها قريبه قوي من راس البنكرياس، قال لك هو ده اللي بيخلي الورم ينتشر عن طريق الاوعيه الليمفاويه وعن طريق الاعصاب الى حتت اكبر من مكان الورم نفسه. من سنتين بالظبط كده في هايدلبرج في المانيا عملوا تعديل في العمليه، حاجه بيسموها تريانجل اوبريشن، يمكن هنشوف صورتها بعد ديت. الفكره ايه؟ كل العمليات زمان احنا بنتكلم على ان انا هشيل الورم، اسلكه من شريان الامعاء واسلكه من الوريد البابي. لكن هو قال لك لا، ده في شريان تاني كبير جدا اللي هو اسمه السيلياك، اللي هو الشريان اللي طالع من الاورطه وبيطلع لي ثلاث حاجات، بيطلع لي شريان الكبد وشريان الطحال وشريان المعده. الشريان ده قال لك ما هو ده قريب جدا في البنكرياس، ولما هنشوف الصوره اللي مكتوب عليه سي اي سيلياك ارتري دوت، ده قريب جدا من شريان الامعاء. فعمل هو مثلث التحتاني ده، عمل مثلث، ومثلث عباره عن الوريد البابي وشريان الامعاء وشريان اللي بنتكلم عليه. قال لك المنطقه دي كلها لازم تتفضى، لازم تتشال. وهم اعتقادهم ان المكان ده من ضمن الاسباب الكبيره لارتجاع الورم بعد العمليه ديت. المثلث اللي عليه الفروف. في صوره تانية هنشوفها مرسوم بقى المثلث نفسه عشان نقدر نتخيل الشكل بتاعه. اهو المثلث اللي احنا رسمينه ده. المثلث ده معمول بشريانين ووريد بابي. احنا عمرنا ما كنا بنسلك على الشريان التاني دوت. كان كل العمليات موصوفة على الشريان الاولاني بس. طبعا المنطقه دي صعب قوي ان توصل للحته ديت، يعني تكنيكالي مش سهله. بس متوقع نتائجها، هو الالمان لما نشروا بيبر من سنتين على القصه ديت، قال لك ان المعدل هنقول 28 يعني شهر يعيشوا العام بعد العمليه، وصل معاهم ل 48. هل من 28 ل 48 ده رقم فارق؟ يعني ده رقم فارق جدا في الطب. عشان نفهمه، مثلا ورم الاولي بتاع الكبد لما لقوا له دواء اسمه نيكسافار، عملوا ضجه في العالم ان الدواء دوت حسن الحياه بتاعت البني ادمين بالدواء ده. اول دواء في العالم يشتغل على ورم الكبد الاولي، حسن ايه؟ من 10 شهور ل 13 شهر. يعني كسبت 3 شهور، اعتبروا ده طفره. فتتكلم من 28 ل 48، فدي تعتبر ضعف المعدل الطبيعي. وحاليا في دراسه على مستوى اوروبا كلها للعمليه دي او التعديل ده بالذات، بحيث ان هم يشوفوا فعلا تاثيره على 5 سنين هيبقى عامل ازاي، لان لسه ما وصلناش لقصه ال5 سنين ديت. الحاجه الكويسه ان ابتدينا فعلا نعملها دي، يعني الجزء التعديل بتاع العمليه دوت عملته مثلا دلوقتي في حوالي 10 عيانين. النتيجه الاولانيه، يعني ده جزء من العمليه عندنا في مصر، ده الشريان بنتكلم عليه اللي هو الاساس اللي بيغذي الكبد والطحال والمعده، وهنشوف بعديها الشريان الثاني بتاع الامعاء، وهنشوف المثلث والحته نظفناها كلها. الحاجه الكويسه نقدر نقول عليها دلوقتي ان في ال10 عيانين كانت بصوره امنه الحمد لله، يعني ما عنديش مشاكل من التكنيك ده. زود الوقت بتاعي شويه، ساعه مثلا زياده، ولكن مقابل المردود اللي احنا متوقعينه لا، ما فيش ولا حاجه خالص. فضل المرحله الثانيه وهي نشوف نتائج هذا الكلام. القصه دي كلها يعني انا عاملها بقى لها حوالي 6 شهور، فما اقدرش احكم هل فرقت في ارتجاع الورم ولا لا، لكن احنا المرحله الاولانيه هل هي امنه ولا لا؟ امنه طبعا. عملناها في كام عمليه حاله لغايه دلوقتي؟ 10 حالات لغايه الاسبوع اللي فات. رقم كويس للمراقبه بقى. بالظبط، ان نشوف الفرق في ال10 دول، وهنقارنهم بقى بالعينين قدام كتير تانيين ما عملوش هذا التعديل اللي في العمليه. بالظبط. التعديل في العمليه دوت باختصار اللي هو احنا بنشيل جزء مثلث ما كناش بنقرب من عنده. نقول عليه مثلث برمودا الشريان. مثلث برمودا فعلا، هو مثلث خطير، يعني وريد مهم جدا وشريانين مهمين. فهذا المثلث ما كناش بنقرب منهم خالص، واتضح او ربما نظن بشكل قوي انهم سبب مهم في ارتجاعه اللي في المكان دوت. فنامل ان بالقصه ديت احنا مش هنقضي على الارتجاع، مش هنوصل 90%، بس بدل ما احنا 30 نوصل 50 60. وهيجي بعد كده اكيد دور لعلاج كيماوي احسن من اللي احنا بناخده، يعني ده توقعاتي في القدام شويه، ان ده يحسن لي النتيجه شويه، بحيث نبقى زي الاورام العاديه اللي بنتكلم نسبه ارتجاع اي ورم 10% 20%. لكن الارقام ديت الحقيقه مفزعه جدا للمريض. هرجع تاني لحته تهمني انا قوي، المريض يتحرك امتى؟ دي هي دي اهم حاجه، لان واضح ان التحرك المبكر هو اهم حاجه طبعا. فايه المنذرات؟ لانه بعد العلم الغزير احنا قلناه، والحته
الجزء الدقيق التقني اللي احنا قلناه، لازم الفاميلي العيله دلوقتي يكون عندها هذه المسج في دماغها. اتحرك امتى؟ اول حاجه الالم، الم اللي هو موجود في اعلى البطن. مش كل واحد عنده الم في اعلى البطن يبقى ده معناه انه بنكرياس، عشان بس الناس ما تترعبش. ما الناس كلها بيجي لها وجع في معدتها، بس انا موافق ان هيجي لك الاول هتقول ده وجع معده واخد دواء المعده، بس خد دواء المعده وما ارتحتش، لازم افكر في حاجه ثانيه. بلاش يبقى الحاجه الثانيه قولون عصبي، طب ماشي هو قولون عصبي خدنا علاجه. بلاش الحاجه الثالثه، لا نعيد ثاني جرثومه المعده. طب نعيد مش يعني يخرب بيت جرثومه انا ما فيش مريض جالي عنده ورم متاخر الا ما كان خد علاج جرثومه المعده. لا اصل الحكايه بص، جرثومه المعده دي بتبقى عامله زي اللي هو ايه، جبت لك الحته بقى، جبت لك الفوله مش عارف ايه، ويبقى هي قرحه معده يعني خلاص على وشك البطن. وهي المشكله ان معظم الناس لما عملوا التحليل بتاع الجرثومه بيطلع ايجابي. ما بيطلع بس إيجابي. مش هي دي المشكله. ما دي بقى اللي احنا عارفينه بقى في الدرع ان هو بيطلع ايجابي ولازم يتحلل في الاستور مش في الانتي بودي، يعني مش في الدم، ويبقى عنده ورم في البنكرياس. الحاجه الثانيه الخساسين، اي واحد ده مميز جدا جدا في البنكرياس. وخساسان ممكن يبقى عالم بيقول لك اصل انا ماليش نفس فانا خسيت عشان ماليش نفس، ما هو هو اللي خلاك مالكش نفس، يعني ما تحاولش تفسر ان انت ايه خسيت عشان ما بتاكلش. لا، اي حد عنده وجع ويخس دي جرس، جرس عندي لازم ابص كويس جدا جدا جدا. الحاجة التالتة السكر. في ناس يعني كتير من العيانين هو ما عندوش سكر، يقول لي جالي السكر وبعدها بشهر شهرين ابتدى يجي لي وجع. اكتشفوا ان ورم البنكرياس نفسه بيطلع مادة ضد الانسولين، والمادة دي بترفع السكر. فاللي ممكن تخلي واحد ما عندوش سكر يجي له، او واحد عنده سكر يلاقي السكر ابتدى يلخبط. فانا لو لقيت عندي عيان عنده وجع في بطنه وجاله سكر قريب او سكره ابتدى يلخبط زياده شويه في الفتره الاخيره دي، لازم هنا اربط الحاجات دي ببعض. هي بازل كده مش سهل انك تجمعها، بس لازم تبقى في دماغك. والدكتور الشاطر، دكتور البطنه الشاطر المعلم بقى اللي هيجيله عيان عنده سكر وعنده وجع في بطنه وبيخس، لازم يحط في الاعتبار ان قد يكون، مع اعتبار ان ده سكر بمضاعفاته باسيتون دايابيتيك كيتو اسيتوزس، انه بيعمل الم في البطن والسكر بيخسس. والسكر بيخسس، ما هو ما هو جاي كلاسيكي كده الف ب، انت بتقول لي ده لازم تضع في الاعتبار الشبع القاتل اللي هو سرطان البنكرياس، زي ما تضع في اعتبارك ان انت ممكن وانت بتعدي وحد خبطك كده بعربيه، ماشي قد يكون حد اللي خبطك بعربيه ده مش قصده، وممكن يكون قاتل محترف جاي يقتلك. يعني لازم اكون شكاك في الطب، لازم اكون انا دماغي في عفاريت في الطب بجد، يعني لازم اكون سايكوباتي شويه نفسيا كده ان انا اشك في الحتت، لانه مقلب جامد قوي. ايوه التشخيص بالذات ورم البنكرياس، كل ما انا اتاخرت كل مهما انا عملت مش هدي النتيجه اللي اخدها لو انا اكتشفت الكلام ده بدري. يعني في عيانين مثلا ساعات بيبقى حظهم كويس ان عمل منظار لقى حاجه صغيره في الاثنى عشر، خد منها عينه طلعت ورم، ده بيتعمل له عمليه العيان بيخف تماما خلص من القصه كلها. عكس العيان بقى اللي هو ابتدى يحس بوجع وابتدى يلف وابتدى يعمل، وساعات كتير للاسف الاقي مثلا جات له صفر فراح مركب دعامه، طب وبعد كده عملت ايه؟ لا ولا حاجه. طب هو يعني الصفره جت منين؟ يعني ليه ركب يعني الدعامه دي حطيناها؟ عشان في حاجه سادة. ايه الحاجه اللي سادة؟ لا ما دورناش، ورم في دماغ في راس البنكرياس دخل على مسار السائل المريري قفل بالظبط. فكل ما انا قدرت اشخصه والقطه بدري كل ما النتيجه بتاعتي بقت احسن كتير. ولذلك بقول احنا هدفنا في النوعيه دي من البرامج الثقافه، ما هو من غير الكلام ده الناس مش هتعرف. يعني انا سعيد جدا بالحوار ده، شرف كبير لينا ان انت تكون معانا بجد. الله يخليك. يعني فعلا يعني شرف كبير جدا للثقافه المصريه العربيه ان يكون فيها هذا النوع من الحوار الطبي الراقي جدا، لان ده حياه كل حاجه في الدنيا بتخدم، بس لما يكون الحوار يتلخص في كلمه انقاذ حياه فده هو اكيد ارقى انواع الحوارات. القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير العالمي في عالم جراحات
الكبد والبنكرياس استاذنا الاستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الغفار استاذ جراحات وزراعه الكبد الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس زميل جامعه ايسن بالمانيا لجراحات الكبد والقناه المراريه والبنكرياس وعميد معهد الكبد السابق. نورت كالعاده الاخر حلو. البدله دي منين؟ انت هتقول لي انا بص ما بعرفش مسكين. خليكم مع الناس الحلوه. الأسنان شيء مهم جداً وعالم الأسنان عالم سحر. أنا قعدت سنين على ما وصلت إن لأ أنا هعمل أشعة مقطعية وأنا بخلع ضرس العقل عشان أنا مش عايزة مشاكل. مريض السكر لازم التراكمي بتاعه ينزل، ما قلتش أبداً إن مريض السكر مش هيزرع. المشكلة بتقابلني في التقويم إن بيجيلي العيان أوريدي مركب الجهاز، الحالة متشخصة غلط ويقول لي صلحي. العالم فيه تقدم كبير جدا في العيادة الأسنان جدا. كتير بقى قوي قوي يجي يشتكي من درس ويقول لك أنا عملته علاج جذور وطلع خراج وقعد ينزل في مدة وحصل وحصل وحصل، أبص في بقه الدرس مش موجود أصلا. مساء الخير، أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ الحمد لله، وحشني والله. هو خايف يوريك سنانه. أنا اكتشفت إن موضوع التشخيص موضوع في منتهى الأهمية ومحدش مديله حجمه. هرمون الهبل ده موجود فيك عادي. ملوش أي علاقة. والعقل اللي رايح مسافر ده مش ملوش علاقة دخل عند الدرس العقل ولا لا. لازم الناس يكون عندها منطق إن الدكتور مش تاجر. الدكتور بيتارجت نتائج اكتر من المريض نفسه. ليه؟ لان انا سمعتي فرحتك. الدكتور اسراء احمد السعيد استشاري جراحات الفم والاسنان بكليه طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كليه طب القصر العيني، ماجستير جراحه الفم والاسنان كليه الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. أهلا بكم. الكلام اللي هقوله دلوقتي في عالم طب الأسنان أول مرة أقوله، ده كلام يقلق جدا جدا. ميرورز موقع مشهور جدا في بريطانيا ذكر أو نشر دراسة لجامعة جينان، ودي واحدة من الجامعات المشهورة، شملت 213 ألف رجل قاموا بتحليل لبياناتهم كلها ودرسوهم دراسة وثيقة وعملوا تحليل لتحاليلهم يعني عملوا سكاديول لتحاليلهم كلها الخاصة بالهرمونات، وجدوا علاقة غريبة جدا إنه الرجال اللي ما بيقدروش يحافظوا على نظافة اللثة والفم والأسنان، ما عندهمش كير بالأسنان بشكل جيد، بيعانوا ثلاث أضعاف أكثر من التأثر في الأداء الزوجي. تأثر في الأداء الزوجي ثلاث أضعاف، يعني لو في نسبة طبيعية لتأثر الرجال بالقدرة الزوجية لقوا انه ده بيتضاعف ثلاث مرات لو هؤلاء الرجال كان عندهم عدم اهتمام باسنانهم واللثه. الرابط بقى المخيف جدا انه امراض اللثه وامراض الاسنان، بس لثه تحديدا لانه ما فيش مرض في الاسنان مش هيجي معاه مشاكل في اللثه في معظم الاحوال، تؤدي الى انخفاض هرمون التستوستيرون. هرمون التستوستيرون هرمون الذكوره، وبالتالي هرمون الرغبه عند الرجل هيقل، وبالتالي الهرمون، وده نتيجة انه وجدوا ان اي حالة التهابية في الجسم بتأثر على هرمون التستوستيرون، فلو الحالة الالتهابية مزمنة ده هيؤثر بالتالي على هذا الهرمون ويعاني الرجل من مشاكل في الأداء. الرابط ده على فكرة وجدوه قبل كده هو بين برضو مشاكل اللثة والأسنان وبين أداء لعبة الكورة، واعتقد ان المساله ليها علاقه بالتستوستيرون، لانه لعيب الكوره لو تستوستيرون عنده الفايتنج بتاعه القتال على الكوره ولياقته
النفسيه والذهنيه واقباله على المباراه هيقل، حتى مباراه كره القدم مرتبطه بهرمون الذكوره، فده شيء مهم جدا جدا جدا. خلي بالكم ده بيخليني اقول انه اهمالك لسنانك وفتره طويله واللثه تبوظ والسنه تضعف وتفقد السنه ونضطر نعمل زراعه، زراعه حلوه، لكن الطريق ده اثر كتير على جسمك وعلى صحتك العامه البيولوجيه وعلى مناطق شديده الاهميه في الصحه البيولوجيه. النهارده حوار مثير للغايه، عنوانه مهم: زراعه، تركيبات، امتى نلجا للزراعه، الطريقه الحديثه للزراعه، الفرق بينها وبين التركيبات اللي هو المين كور بتاع الحلقه النهارده. ضيفتي العزيزه المبدعه دائما التي تسعدني بهذا الحوار الممتع دائما الاستاذه الدكتوره اسراء سعيد. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا بيك يا دكتور ايمن، منوراني وسعيد جدا بهذه الزياره الجميله. ربنا يخليك. عايز ابدا الاول بالزراعه. ايه معنى كلمه زراعه سنه؟ التقنيات بتاعه الزراعه، الفئه العمريه المستهدفه بها الزراعه، النقاط دي مهمه قوي. الزراعة هو أول حاجة خالص لازم نعرفها الفكرة، يعني إيه كلمة زراعة؟ زراعة يعني عندك أرض فاضية بتحط فيها نبتة، ده كده سو سيمبل يعني. يعني ما ينفعش يبقى في درس موجود نقول إحنا هنزرعه لأن هو أوريدي موجود، هو لازم يتخلع ويبقى قدامي أرض فاضية عشان أنا أزرع، لأن يجي الناس تقول لك ازرعي لي والسنان موجودة، ما ينفعش، لازم يبقى المكان فاضي عشان أنا أحط زرعه. فالفكرة أول حاجة يكون عندي مكان فاضي عشان أنا أزرع فيه. طيب المكان الفاضي دوت إمتى أو إيه الفئة العمرية؟ الفئة العمرية غالباً بتكون فوق الستين أو فوق الخمسة وستين غالباً، لأن عادة محدش بيخلع كل أسنانه في وقت قبل كده، ولكن وارد جداً يكون في شاب فقط ضرس أو سنة بنزرعهم، ودي بتبقى كميات بتبقى مش زراعة فك كامل، عادة بيكون بنحط زرعة بنحط اتنين. الزراعة فكرة بسيطة جدا، ان احنا بنحدد المكان اللي احنا عايزين نحط فيه الزرعة، بنعمل زي فتحة صغيرة، الفتحة الصغيرة دي هي اللي بنمر فيها بدريلز او باماكن بنحضر فيها العظم انه يستقبل المقاس بتاع الزرعة اللي احنا هنحطه، والمقاس ده طبعا احنا بنذكره، يعني مش اي هي مش زرعة واحدة بنحطها لكل الناس، ده في مقاسات طول ومقاسات عرض وفي مقاسات وقصص وسيرفيس تريتمنت، مش كل الناس بنحط لهم نفس نوع الزرعة. بنحضر المكان دوت بدريلز معينة باطوال معينة بتبقى تقريبا طول الزرعة او اقل شويه. بعد كده بنبدا نحط الزرع في المكان دوت، وبنبدا بعد كده ناخد القرار او بنبقى واخدينه من قبل كده، احنا هنعمل بقى تدعيم عظم ولا لا، هنعمل ايه الخطوات اللي هنعملها بعد ما نحط الزرعه، لان الزرعه هي الف ب، بعد كده بنبدا نتكلم في تدعيم العظم. يعني مش بنحط التدعيم الاول، لا، احنا الاول بنحط الزرعه وبعد كده ندعم العظم فوقها. بعد كده هوت بناخد القرار ان احنا نحط بقى سنه مؤقته على الزرعه دي ولا لا، لان الناس كلها تيجي تقول ايه حطي لي سنان مؤقته مهما كانت الثمن، لا، كل ما زادت المانوفرز اللي بتتم كل ما قلت احتماليه ان احنا نحط سنه في نفس اللحظه. بمعنى يعني عاملين مثلا تدعيم للعظم، عاملين رفع للقاع الانف، عاملين استبعاد لعصب، عاملين كتير، ابتدينا نتكلم كتير مع شخص مريض سكر، مدخن، عنده مشكلة في الدم، كتير، دي عوامل كتير، صعب ان انت تحط الزرعة وتحط فوقها سنة، ولكن ممكن نحط سنة في المكان غير متصلة بالزرعة. يعني عادة 99% من شغلي بطلع المريض في نفس اليوم بأسنان، مين بقى اللي انا ما بحطلوش؟ اللي عامل خطوات كتيره، وممكن جدا على فكره الدكتور يغير رايه واحنا شغالين، او انا اغير رايي وانا شغاله مع الدكتور اللي بيزرع. ليه؟ بتعتمد حاجه اسمها تورك، التورك اللي انت حاطط بيه الزرعه قد ايه؟ ممكن جدا تبقى انت شايف في الاشعه كل حاجه حلوه، بس وانت شغال الدنيا مش حلوه قوي. ايه هو التورك؟ مستوى ربط، قوه ربط الزرعه في العظم. كل ما كانت ماسكه كويس كل ما كنت ممكن تحمل عليها وزن ان انت تحط عليها الجسم الخارجي وتحط عليه سنه. طيب التورك ده ليه معدل، مش كل ما زودت التورك كل ما كانت تشيل، لا، في ليميت للتورك، لو زاد قوي 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 بالعكس الزرعه دي ممكن الجسم يرفضها او تفيل، يحصل لها فيلير.
الترك ده ليه كيميائيه بالظبط اللي قرت على الحاجه اكتر من اللازم، هتطق مش هينفع. طيب لو مش ماسكه في العظم والزرعه بتروح وتيجي معاك كده وبتلق في مكانها، استحاله تحط عليها حاجه، ودي غلط انها تتحط. لازم عندك مينيمم وماكسيمم للتورك اللي انت بتشتغل بيه. فكون ان احنا نوعد ان احنا هنحط سنان على الزرعه في نفس اليوم بتعتمد على اكتر من عامل، زي ما انا شرحت العوامل اللي شرحتها دي كلها، وعامل الاخير التورك اللي احنا هنوصل بيه. ممكن جدا يبقى التورك ما وصلناش للدرجه اللي احنا متصورينها حلوه، فنقول لا احنا مش هينفع نعلق السنه على الزرعه دي. دايما الدكتور بيفكر ازاي يفيد المريض اكتر حاجه، مش يضايقه. ليه؟ انت في كل الاوضاع هتطلع من عندي باسنان، بس السنه دي متعلقه بالزرعه ولا مش متعلقه بالزرعه؟ اللي بيهم المريض يطلع باسنانه وخلاص. فهو دوت اللي انا بقوله، دايما تسيب القرار للدكتور صاحب القرار، مش المريض هو صاحب القرار. القرار الوحيد للدكتور للمريض ان هو يختار الدكتور ويتوكل على الله، بعد كده القرارات كلها بتاعت الدكتور لان هو المسؤول عن قراراته. لكن لما بيكون اللي سايق المركب هو المريض اكيد مش هنوصل كويسين، لانها مش شغلته. دايما الناس عندها اعتقاد بانه الزراعه ليها فئه عمريه معينه، ده سؤالي اطلاقا. اطلاقا، بس تبدا من فئه عمريه معينه، تبدا من 18 19 سنه اللي هو سن البلوغ. تنتهي امتى؟ ربنا يعني يدي الناس كلها العمر، ما فيش اي حاجه اسمها النهايه امتى. وانس ان المريض دوت كويس وبيقدر يتحرك ويجي، ما فيش عندنا مشكله، حتى ولو كان بياخد ادويه، حتى لو كان عنده سكر. بس طبعا السكر ده قصه، لازم يتظبط، لازم ينزل لمعدل لائق، لازم نعرف احنا، ولازم التدخين يقل، وده موضوع عند الرجاله صعب قوي. يعني حاله زي كده هو جاي ما فيش سنان خالص، العظم وحش خالص، عندنا كذا مشكله احنا بنعملها، لدرجه ان العظم من كتر ما هو قليل ما قدرناش نحط الا اربع زرعات ونحط عليها السنان، الفك كله دخلنا بزوايا معينه علشان نقدر نستبعد الاماكن الوحشه والاماكن اللي ما تستحملش. المريض دوت شخصيه عامه طلع في نفس اليوم باسنان في نفس اليوم، بالرغم ان هو مدخن واحنا قلنا له لازم يقلل للتدخين، وهو فعلا نفذ الموضوع، قدرنا نحط بص الفاكة كله على أربع زرعات، وده مش اختياري. يعني حضرتك ده ما ينفعش تقول مثلا يا دكتور اعملي لي الفاكة كله على أربعة أوفر، لا، هو الأول إن فور ليه تكاليف أكتر من إنك تحط ست زرعات. على فكرة هي القصة مش الزرعة بإكس يبقى الأربعة غير الستة، لا، الأربعة اللي شايلين فاكة كامل لهم زوايا ميل معينة بتضطرنا نشتري اكسسوارز او قطع غيار معينه بترفع التكلفه اكتر من ست زرعات. فالقصه قصه انت يناسبك ايه، مش قصه انا اوفر ازاي. فكره اوفر ازاي في الزراعه هي فكره مش صائبه خالص. دايما في الصحه ما تفكرش توفر ازاي، دايما في الصحه دور على الحاجه اللي عمرها اطول والانسب للحاله بتاعتي ايه. في بعض الناس بتفشل الزراعه، ايه السبب في انه الحاله فشلت؟ هل السبب في الاداء ولا سبب في المريض نفسه؟ في سببين على المريض وفي سببين على الدكتور. السببين اللي على المريض ان هو ما التزمش بالتعليمات، ما التزمش ان السكر بتاعه يبقى منتظم، ما التزمش ان هو يقلل التدخين، خبى علينا معلومه ما، زي ان هو كان بياخد كيماوي، زي ان هو عنده مشكله في فيتامين دي، زي فيتامين دي مهم قوي 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 ومحدش بيحترمه خالص في طب الاسنان. فيتامين دي مفتاح لمشاكل كتير جدا، بيفتح لنا ابواب مشاكل. فيتامين دي لازم نحلله يا جماعه كل سنه، طب كل اتنين، طب نحلله بس كل تالي اي حاجه. فيتامين دي بجد مهم، فيتامين دي بيأثر جامد على الجسم كله، بيأثر على الصحة العامة. السيدات بيهمهم شعرهم، بيأثر على الشعر، بيأثر على الجلد، بيأثر على عدد ساعات النوم، العظم، ألم في العظم، بيعمل مشاكل كتير قوي. والقصة الشائعة بتاعت نقعد في الشمس، طب ما أنا بركب الأتوبيس طول النهار وراكب سايق العربية طول النهار والشمس ضربة فيا، هيبقى إزاي ما عنديش فيتامين دي؟ يا جماعة الفكرة دي غلط. يا جماعة لازم لما بيكون واطي قوي لازم ناخد علاج
ومن موقع هذا حضرتك ممكن تقول بقى فيتامين دي نعمل معاه ايه؟ ناخده. ايوه بالظبط، مش نقعد في الشمس. يعني فكره احنا نقعد في الساحل في الشمس عشان نعالج فيتامين دي مش فكره صائبه خالص. لازم ناخد علاج للفيتامين دي ديفيشنسي. دي العوامل اللي على المريض. العوامل اللي على الدكتور حاجتين، يا اما تشخيص مش مظبوط، المكان ده ما كانش ينفع يتزرع فيه وزرع فيه، التنظيف الخطوات مش مظبوط، اختيار الزرعه مش مظبوط، او البروفيشناليتي بتاعته مش عاليه، يعني ما اخترناش اختيار موفق للدكتور اللي هنزرع عنده. ده العاملين اللي عند الدكتور، تشخيص وايد. اللي عند المريض حاله الفم وحاله الصحه بتاعه الجسم عموما. يعني احنا عندنا قرارات لازم تتاخد، زي الدرس زي كده، في عندنا مشاكل في العظم، في عندنا انحسار في العظم شديد لدرجة ان البريدج اللي متركب ما بينه وما بين اللسة شارع تعدي فيه. طبعا الحالة دي محتاجة تتذاكر، محتاجة تدرس، محتاجة نعرف احنا ممكن نتعامل مع الحالة دي ازاي. في ناس ما ينفع لهمش الزراعة، زي الناس اللي بتيجي تعمل اشعة، ودول كتير قوي، يتفاجأ ان عنده مشكلة في العظم. الاشعة المقطعية بتبين لنا حاجات كتير كامنة احنا مش مركزين فيها، زي حالة زي كده جاي يعمل فينيرز. اتفاجئتنا الأشعة ان عندنا نص الفك كيس دهني فظيع، واكل الجذور وواكل العظم وداخل لحد قاع الأنف وضارب الفك كله. طيب احنا نعمل ايه في الوضع ده؟ طبعا احنا هنعمل، لا هنعمل فينيرز ولا هنعمل زراعة ولا نعمل اي حاجة. احنا دلوقتي دخل عندنا حرامي، لازم ننتصر عليه، لازم نفتح وننظف. احنا فتحنا لقينا وحش، وحش. مش هندخل نشغل بقى التلفزيون بس، احنا عندنا مشكله كبيره في اسد جوه بالظبط، كيس دهني. شوف واخد المساحه قد ايه، ده نص الفك على فكره. يعني واخد من الوان لستيكس نص الفك، يعني نص الفك العلوي. فهنعمل ايه في القصه دي؟ كل السنان المتصله بالكيس ده لازم تتنظف، ولازم يتعمل لها علاج جذور. علاج جذور هو حشو الجذور، هو تموية العصب، ودي حاجة بتساعد السنان تعيش، وبننظف الحاجة الوحشة اللي جوه السنة، لأن الكيس ده بيبقى داخل جوه الجذور وعامل عدوى في المكان. ننظف كل السنان ديت. إن هنا بنوضح لك شكل الجدر المتصل، اللي هي الصورة اللي تحت يمين، بنوضح لك شكل العدوى اللي موجودة المتصلة بالجذور. هننظف كل الكلام ده، هو التنظيف جيد جدا. وبعد كده نهدى شوية، بعد كده بندخل بقى بعملية نشيل كل الكيس ده ونقص الجذور دي كلها. ليه بنقصها؟ لأن دي سيلز، يعني خلايا صغيرة، وارد إحنا ما نكونش شايفين كويس، أو وارد إن يبقى فيه حاجة مستخبية ما بين الجذور، فلازم الجذور دي كلها بتتقص بالعرض، يعني بنقصها خالص، ننظف المكان، نحط عظم في المكان ده علشان المكان ده يلئم كويس. الناس بتيجي تعترض تقول طب ما هو بلاش عظم، ممكن نقفل على الوضع ده. ما بيبقاش فيه في الاكياس الكبيره، ما بيبقاش فيه سبورت كافي من اللسه للمكان. احنا بنرفع اللسه بنلاقي نفسنا في حفره، بتنظف تنظف تنظف بقى تجويف كبير. لازم يبقى فيه سبورت علشان اللسه ما تنزلش تعمل نص دايره كده جوه. هو هيلم في كل الاوضاع بس بيلم بشكل وحش. وانس ان اللسه نزلت بقت عامله زي نص دايره كده، او بقت واقعه لجوه، الشفة هتقع لجوه، هيدي المنظر مش حلو. فدايما لو هنعمل حاجة نعمل أحسن حاجة. في ناس عندها السكر إما بيخافوا من الزراعة أو يرفضوا من قبل جهة الدكتور. سمعت الموضوع ده كتير قوي. لا، أنا ضد مبدأ كلمة ما ينفعش، دي مش موجودة عندي خالص. كل حاجة تنفع، بس ممكن تتأجل شوية. يعني مثلا الناس اللي عندها مشاكل وبتاخد كيماوي او بتاخد اشعاع، لازم نستنى 6 شهور بعدها، لازم نبقى متوقفين 6 شهور عشان نشتغل في الـ اي حاجه فيها مشاكل، زي علاج الجذور، زي اي حاجه فيها ورم، اي حاجه فيها بكتيريا، لازم نصبر 6 شهور بعد ما نوقف العلاج ده. الناس مثلا اللي عندها سكر لازم نتابع الموضوع ده كويس قوي. يعني هذا الاستاذ الجميل صديقي عنده كميه اسنان بايظه ضخمه جدا، تقريبا كل الاسنان، السنان دي كلها ملخلخه والجذور منحسره، وعنده كل حاجه، كل ما فيش حاجه مش موجوده.
طيب الحل ايه في الوضع ده؟ نو واي غير ان انا اخلع وازرع، ما فيش عندي اختيارات، لان الوضع سيبناه كتير قوي 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 لدرجه وصل ان اسنانه بتقع من غير ما يروح للدكتور بقى خلاص، يعني وصلت من الانفصال من العظم انها بقت تقع كده، يقعد كده ينزل في السنان. خلعنا، عملنا زراعه للفك، ما شاء الله عليه التزم ان السكر يبقى مظبوط، التزم ان السجاير تقل جدا، عملنا اسنان مؤقته، طلعنا زرعين مركبين على بعد ما خلصنا بقى ركبنا على الاسنان، عملنا زراعه لفه، طلع الشكل اكتر من رائع، وفعلا شكله بقى شباب ارتفيشال طبعا. الناس بقى مش فاهمه الموضوع بتاع زراعه اللفه، بان كانها طبيعي بالظبط كده. اللفه دي حاجه في منتهى الاهميه، ما ينفعش مكان العظم فيه طالع ونازل واللسه شكلها مش مظبوط وتقول لي اوعدك باللسه تطلع ستريت لاين وكل حاجه جميله، ما ينفعش ما ينفعش، لا مش ممكن، يعني احنا مش ساحر، لازم يكون في حل. الناس تيجي تقول لك ايه، ما كفايه بقى ما انا زرعت وركبت اسنان خلاص بقى كفايه، ولا زرعت لسه ولا الكلام ده، طب ما انا مش هطلع الشكل حلو. ما هو انت برضو لو دافع فلوس عشان تعمل حاجه معينه انت مستني نتيجه مبهره، انت مستني تبقى حاجه زي عارضين الازياء والفنانين العالميين مش المصريين كمان. لازم، ما ينفعش تعمل تورته ما تزوقهاش، بذلت مجهود كبير زوقها، احسن شكل بيجي من اللسه مش من الاسنان. اه طبعا الناتشرال الناتشرال. لو في سنه واحده ما بحطش فيها لسه صناعيه، انا باخد حته لسه من سقف الحلق وبنقلها قدام، منظرها يجنن. ليه؟ بتبقى ناتشرال جدا، صحيه جدا، بس بنطول في الوقت بتاع التركيب شويه على ما اللسه دي تلتحم باللسه الطبيعيه بتاعته وتدي شكل الفستونات اللي هو المثلثات اللي ما بين الاسنان، منظر هايل. طيب لو ما عملناهاش ممكن تدي منظر العظم المنحسر، يعني السنه اللي انت مركبها اطول من زمايلها، تدي حاجه اسمها بلاك تريانجل، يعني السنه اللي انت مركبها يمينها وشمالها مثلث اسود، هتزعل. تجميل اللسه او ترقيع اللسه حاجه أساسيات في الزراعة، ما هياش والله العظيم حاجة مادية ولا زيادة شغل. الدكتور مستني يخلص الحالة أكتر من المريض، بس لو خلصها وحشة هو نفسه بيبقى زعلان والمريض ما بيحسش إنه هو مبسوط. كل الدكاترة بتشتغل زراعة وكل الدكاترة بتشتغل تركيب، بس في كام شخص معروفين هم اللي بيطلعوا البرفكت لوك، اللي بيطلع لك المنظر الرائع، وكلنا طالعين من نفس الجامعة بنفس الدكاترة بتذاكر لنا وبتدرس لنا. البروفيشناليتي أو البرفكشن هو ده اللي بيفرق، إن أنا أطلع حاجة 10 من 10. البرفكشن أساسه بيجي منين، أو أكتر عامل بيديك شكل البرفكشن، شكل اللسة بعد التركيب. أنت نورتيني، ربنا يخليك دكتورة، وأبدعتك العادة. ضيفتي العزيزة الأستاذ دكتورة إسراء السعيد، المبدعة دائما في واحدة من حلقاتها المتخصصة جدا في عالم الأسنان، الزراعة والتركيبات، الزراعة وخفاياها، موسوعة لسه مستمرة، لكن النهاردة استفدنا نقاط عديدة جدا في الزراعة. مريض السكر بيزرع بس ببريكوشنز وبأسلوب معين وبنظرة دقيقة جدا لوضعه، لكن نقول له لا هنقول له ولكن امتى؟ التوقيت مهم، وفي انهي وضعيه مهم جدا الزراعه تكون طبقا لتكنولوجيا متقدمه، وده هيبان في حواراتنا القادمه. دور الاشعه المقطعيه ايه؟ دور التكنولوجيا المتقدمه ايه؟ اسئله كثيره تفرض نفسها في عالم الزراعه على ضيفتي العزيزه، هتسمعوها اكيد بس في الناس الحلوه. اهلا بيكم. ده الوقت لكي تقرر انت عايز ايه، عايز الفتره الجايه من حياتك، انا بكلم كمان لمريض السمنه تحديدا لان حوارنا عن السمنه، عايز الفتره الجايه من حياتك تقضيها في مستشفيات، تقضيها تنتقل بقى من قسم القلب عشان عندك لا قدر الله جلطه في القلب، سيبكم من ده خلاص احنا تمام،
وتطلع من ده تروح لقسم الصدرية عشان عندك صعوبة في التنفس، وتطلع من القسم ده تروح قسم ثالث عشان عندك تشمع وعندك دهون على الكبد، وعايزين نشوف ليه الدهون عاملة ايه في انزيمات الكبد وفي تليف بدأ يحصل وبتاع، وتطلع من ده كله تعمل بقى كشف ذري او مسح ذري عشان خاطر تشوف اذا كان فيه لا قدر الله ورم، لانك بتعاني من سمنة فمعرض لكل المشاكل دي. ولا حياتك في الفترة اللي جاية تبقى الوقت ده انا بلعب تنس، الوقت ده انا بلعب رياضة، الوقت ده انا بتمشى، الوقت ده انا قاعد مع احفادي بنلعب كده في الحديقة، انت عايز ايه بجد؟ السمنة يا جماعة سجن، سجن من اللذينة، سجن يعني من أسوأ أنواع، يمكن أسوأ أنواع السجون هو السمنة، لأنه سجن والسجان معاك 24 ساعة. ده حتى في السجن العادي بيسيبوا المسجون يطلع يشم هوا، وفي سجون مرفهة أو في حتة معينة في العالم تبص تلاقي فيها تلفزيون ومش عارف إيه وبينج بونج وليلة كده، يعني السجون الجديدة اللي بتعمل في كل حتة في العالم بقت كده. المهم إن أنا بقول لكم ان السمنه بقى سجن مفهوش ده خالص، لا عايزك تلعب بينج بونج ولا عايزك تطلع في الهواء الطلق ولا اي حاجه، عايزك تقعد جنبه. فعايزين نشوف حل لموضوع السمنه النهارده، حل جازم عشان يطلعك من هذا السجن. ضيفي العزيز الخيمه العلميه الكبيره والاسم اللامع في عالم جراحات السمنه اللي بيبدع دائما في حواره الاستاذ دكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير، استاذ بكليه الطب جامعه عين شمس والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل، وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو كليه الجراحين الامريكيه والحاصل على تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه الاس ار سي. نورت يا دكتور كريم. اهلا وسهلا. سعيد بوجودك معنا النهارده. خلينا نقول هل السمنه سجن؟ طبعا في البدايه تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. الحقيقه طبعا السمنه المفرطه هي يعني طبعا ده وصف دقيق ليها، بتحبس الانسان جواها في مختلف الاعمار، الطلبه الصغيرين بتحبسهم عن المجتمع، عن ممارسه الرياضه، عن يعني الانخراط في المجتمع بصوره كما يجب. دراسيا طبعا تبقى يعني الاطفال مهزومين شويه، حتى في الحياه الاسريه بتلاقي الزوجات طبعا ربما يكون عندهم عكوسات اجتماعية بسبب السمنة المفرطة، صعوبة في الإنجاب أو تأخر سن الإنجاب. في السن الأكبر شوية المفاصل الصناعية ما بقتش يعني حاجة مش مشهورة، يعني طول الوقت بنلاقي أنه المفاصل الصناعية يا إما جاي عشان ينزل وزنه عشان المفصل مش هينفع يتركب على الوزن ده، أو أنه هو راكب مفصل ومش قادر يتحرك، أو بيعاني من ان هو يمارس حياته بصوره صحيه مظبوطه بعد 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 ما الوزن هزمه، وبعد الوزن ما ادى الى تاكل المفاصل وخصوصا الركبتين في الوزن الكبير. ده يعني طبعا دي حاجات انا ما بتكلمش عن حاجات طبيه بقى زي السكر والضغط والكوليسترول وتدهن الكبد والحاجات، يعني في حاجات زي تدهن الكبد اللي حضرتك اتكلمت عليه هو ملوش حاجه علاجيه غير انقاص الوزن. اكتر حاجه فعاله في العالم يعني هو نزل وزنك ان شاء الله الامور تمشي كويس. ادي بقى علاجات كتيره جدا، يعني الناس اللي عندها تدهن في الكبد وانزيمات عاليه وعندها سمنه مفرطه ادي له علاجات الدنيا والاخره، ما فيش، هو لازم تنزل وزنك وبعدين تشوف بقى العلاجات دي هتجيب نتيجه ان شاء الله موفقه. المشاكل القلب والشرايين بتاعت القلب في السمنه المفرطه معظم يعني في جزء يعني كبير من حالاتنا بتبقى محوله من اطباء القلب، والله يعني يمكن بشوف عينين الاجكشن فراكشن بتاعهم بيوصل ل 29 و30، وهو دكاتره القلب بعد الوزن واحد وزنه 200 كيلو وكفاءه القلب بتاعته متدنيه، هو هيعالجه ازاي؟ هيعمل له ايه؟ وانت لازم تدخل بقى. بس لا اتمنى ان الناس توصل لكفاءه قلب قليله قوي ومشاكل في القلب تمنعها، او بتحط التخدير او بتحط الجراحين في يعني زي بتزنقهم يعني في ان هو يجري عمليه في حاله قلب متاخره يعني. وانت بتقيس انت ودكتور القلب، يعني الجراح ودكتور القلب والتخدير، انت بتوزن استفادته مع بعد انقاص الوزن وخطوره اذا تبقى بالوزن ده على كفاءه القلب القليله. اذكر يعني مريض كان في الفرع في طنطا كان 225 كيلو، وهو كان انسان بسيط، كان بيشتغل في قهوه ويعني انسان بسيط جدا، وكان طبعا هو الاجكشن فراكشن بتاعه كان 30،
وعنده فينتريكلر تاكيكارديا، كان يعني عنده زي عدم انتظام في ضربات القلب، وده لما بحطه في ستريس تخديري او ستريس كان ضربات القلب بتصل الى يعني درجات عاليه جدا قد تعوق ان انت تكمل العمليه. فكان في تشالنج يعني انت اي نعم هو طبعا دكاتره القلب منظمين له ضربات القلب ما قبل العمليه، بس انت لا تتوقع الرد الفعل بتاع القلب او يعني انتظام ضربات القلب ده ينتظم مع تعرضه للفنج، تعرضه للتخدير، تعرضه للجراحه. فانت بتحط الجراح في حاجه صعبه جدا، يعني انت بتعمل تحول مسار، افترضنا ان ضربات القلب حصل له فيتك اثناء العمليه فينتريكولار تاكيكارديا عنيفه، وتلاقي ضربات القلب وصلت 170 وابتدى البلاد بريشر ينزل. انا اذكر العيان ده دكتور التخدير بعد ما خلصنا الحاله دي، لانه طبعا حصل له فينتريكولار تاكيكارديا، دكتور التخدير ما جاش العمليات ما اشتغلش معايا لمده اسبوعين تانيين من الخوف يعني انا اتخض اكتر حاجه بتخوف بتوع التخدير الفي تاك طبعا هو في ثانيه يقلب فايبريليشن يعني معناه القلب وقف بالظبط. طيب انا الجراح بقى احنا عملنا العمليه دي والله العظيم يعني انا بقول لك دي حاله ملهاش علاقه بالعمليه، لا العمليه هي ليها حاجه بالقلب وبالسمنه خاص بالعيان يعني هو خاص بالعيان مش تبعنا يعني احنا. طبعا عملت العمليه ازاي بقى يومها؟ انا طبعا طول الوقت عمال اخد خطوه لقدام واخد خطوه لورا، يعني انا بقول لي فينتريكولار تاكيكارديا قاعد يدي كوردرون ويدي حاجات اثناء العمليه، وقال لي انا لو الضغط ظبط هنكمل يعني. المهم كان وقت العمليه قال لي ذا شورتست تايم از يو كان، انت خلص لي العمليه في وقت قصير جدا. انا طبعا مش متوقع انت ممكن يقرست لازم تطلع الالات وخلاص انت مش هتكمل يعني. فابتدينا نعمل ايه؟ كنا بنعمل تحويل مسار في وزن 225 كيلو في زنق التخدير. 225 كيلو. هات بقى الغيار، ضربت غيار بالعرض وغيار واحد بس بالطول ما كملتش الباوتش سبتها للاخر، وقمت موصل الاناستموزس اللي هي الوصله بتاعتنا هي دي الخطوه. انا لحد دلوقتي كل خطوه بعملها قابله لان انا ما كملش عادي. يعني اخدت غيار عرضي واول غيار طولي، دول انا لو قال لي ما تكملش خلاص مش هكمل. مطالع وخلاص هياكل اكله طبيعي ومش هيحصل حاجه، كانه زي حزام معده كده. قمت موصل تاني الموصل الوصله، عملت الوصله في النو تايم فعلا ده حقيقه وقت قصير. انا مش عايز اقول وقت العمليه عشان بس يعني ما تبقاش استفزاز لحد، او يعني اللي عملنا اللي عملت الوصله وبرده متوقع ان احنا يقول لي وقف. فاضل لك بقى الباوتش ثانيه، فاضل لك اربع خمس غيارات هضربهم طولي عشان تكمل الوصله، دول خليتهم للاخر بحيث ان انا بقى يعني في اي لحظه يقول لي وقف اوقف عشان نوقف عشان ممكن قوي. اصل ايه الفيتاك ده؟ بتبقى بؤره كهربيه خارجيه موجوده في البطين تقدر تشغل البطين بسرعه عاليه، هي مولود مخلوق فيها او حصل خلل معين خلى هذه البؤره تتكون بالظبط. احنا طبعا مش عايزين احنا نصل للضغط العصبي اللي بتحط فيه الجراح او الضغط العصبي اللي بتحط فيه التخدير، لا ليه يعني انت ما توصلش لدرجه بقى ان الشرايين تتقفل كلها وتركب دعامات وتركب حاجات ودكاتره القلب يتعبوا معاك ودكاتره التخدير. الوزن الزائد لابد من علاجه لانقاص الوزن، اعمل عمليه تكميم ما تاخدش ثلث ساعه، اعمل عمليه تحويل مسار نص ساعه ساعه الا ربع في الاوزان الضخمه، اقعد في المستشفى 12 ساعه، فتحات صغيره يعني في البطن، انت بتقعد في المستشفى 12 ساعه بتقعد يوم في البيت وتنزل نشاطك الطبيعي. الحالات المتقدمه في السمنه اكيد بيكون عندها مشاكل محتاجه يعني مجهود تحضيري اكتر من الطبيعي، فيعني ما تهملش في نفسك وبلاش تحط الجراحين برضه في موقف حرج. والتخدير يعني كل المستشفيات طبعا بتبقى يعني في حاله طارئه يعني. كلمه فشل عمليه، الكلمه دي هي محور حوارنا القادم في الكلام اللي جاي. هل ممكن اختيار عملية معينة يكون هو نفسه السبب في فشل هذه العملية؟ ده سوء اختيار. حاجة تانية، هل في عمليات أساسا توصف بأنها بين قوسين قابلة للفشل؟ سؤالين. طبعا كل عمليات السمنة في عمليات يعني احنا لو عملناها يبقى احنا سبب فيها، زي مثلا تدبيس المعدة، كشكشة المعدة، حزام المعدة، طي المعدة، الحاجات دي اللي هي عملية الفراشة، دي عمليات أصلا ما حدش يتكلم عليها في الأوساط الطبية خالص. العمليات دي يعني زي تدبيس المعدة اتمنع من 2007 ما حدش بيعمل العمليات دي. وانا شايف ان احنا بنبقى مشاركين في فشلنا ان احنا بنختار عمليات اصلا ما بتتعملش، فللعلم عمليه تدبيس المعده ما حدش يعملها. احنا في مرحله اللي احنا بنصلح العمليات اللي هي بقى لنا سنين بنصلح في عمليه تدبيس المعده، يعني من العمليات الصعبه جدا. عمليه تدبيس المعده قالوا ان احنا نعمل عمليه الفراشه، هي كل الموضوع توفير للماديات، فبنعمل عمليات قديمه بمستهلكات قديمه
وبالتالي هي مصيرها للفشل يعني. فانصح كل الناس ما حدش يعمل تدبيس معده، ما حدش يعمل عمليه فراشه المعده، ما حدش برضه يعمل عمليه تدكيك المعده، هي ما لم مفيش عمليه، مش عمليه يعني، دي مش عمليه. في عمليه حزام المعده برضه من العمليات اللي هي بطلت يعني، ما حدش يجربها بقى خلاص، احنا في 2021، فدي عمليات اصلا من الاصل هي فاشله. فشل بقى العمليات الحديثه زي تكميم المعده، تحويل مسار المعده المصغر، تحويل مسار المعده الكلاسيكي، تحويل مسار الاثنى عشر. قد يكون العيان هو معمول لعمليه خاطئه مش مظبوطه، ما كل حاجه محتاجه حرفيه شديده يعني، اذا لم تتم بالحرفيه الشديده انت اصلا مش هتخس خالص يعني، ما يعني ده مش هتخس. نمر اثنين، الاختيار يعني عمليه متوافق عليها طبيا زي التكميم او تحويل مسار وعملتها في عيان خاطئ، ما هو مش هستفيد. عملت عمليه تكميم في عيان ارتجاع شديد في المريء، ما هو ده ينتهي بيه بامراض اكتر من الطبيعي. اللي عملت تحويل مسار بصوره غير موفقه يعني، اعمل تحويل مسار معده مصغر باوتش قصيره، ما انت يعني بتعرض العين لمشاكل ارتجاع مراري عنيف ومشاكل كتيره، سوء امتصاص شديد، سوء امتصاص يعني قليل مش هيخس، زودت سوء الامتصاص مش هيزيد سوء الامتصاص عنده ويحصل له نقص فيتامينز، يعني حاجات طبعا طبيه وجراحيه قد تكون هي السبب. اللي برضو استخدام المسالجات الطبيه مش الاحدث بقى يعني، انت بتبقى عايز دباسات فليكس، عايز دباسات متقدمه تساعدك شويه في الانسجه اللي هي في عمليات الاعاده، محتاج ان انت تختار يعني اقوى حاجه واعلى التقنيات الحديثه. سمك المعده متليف وسميك، ما هو مش نافع معاه الدباسات العاديه، محتاج اختيار موفق. عمليه تحويل المسار محتاجه دباسه فيها فليكسابيليتي، استخدم المستهلكات، يبقى عندك الحرفيه الشديده في استهلاك المستهلكات الطبيه الاحدث في العالم. طاقم التخدير قد يكون فشل في طاقم التخدير نفسه، يبقى يعمل لك مشاكل تخديريه انت يعني ما مش هتبقى يعني بصددها، انت راجل عملت الجوب بتاعتك الجراحيه بس انت مسؤول عن عين تخديريا. فالمستشفيات طبعا واختيار الادويه اللي بتستخدم اثناء البنج، كل الحاجات دي بتدي سيفتي اكتر ونتائج اعلى. دايما اسال اذا فشل مثلا حزام المعده دي، عمل ناس في وقت من الاوقات كان منتشر جدا، طب اللي عملوا حزام المعده وفعلا بداوا يعاني منه دلوقتي ايه الانسب ليهم؟ تدبيس المعده برضو في وقت من الاوقات كانت العمليه الاكثر انتشارا زمان، الانسب لتغييرها ايه دلوقتي وتعديلها ايه؟ كل العمليات الجراحيه يمكن اصلاحها يعني، حزام المعده يمكن نشيله بس نتخلص منه لانه جسم غريب، او ممكن نشيله ونعمل تكميم معده، او ممكن نشيله ونعمل تحويل مسار بناء يعني على ما يتراءى للجراح، لانه احيانا بتبقى الانسجه متاكله بسبب الحزام اللي هو محوط المعده بقاله سنين، جسم غريب قد يكون ممكن تلاقيه جوه المعده واكل المعده جواها يعني، تلاقيه بالمنظار الحزام جوه المعده مش براها، والطبيعي ان الحزام يبقى براها. طبعا الكلام ده اللي هيفهمه الناس اللي هم عاملين حزام نفسهم، لان طبعا بقيه الناس مش عمليه تدبيس المعده اللي المعده اتدبست اتفتحت البطن واتدبست المعده، او فراشه عمليه الفراشه اللي اتعملت بالمنظار بغيارين غيار من اليمين والشمال وحاطين شبكة حوالين المعدة، طبعا دي محتاجة تحويل مسار أو إلغاء يعني. واحد بيشتكي من تدبيس المعدة أو الفراشة ومتهالك، والله عينين بتوصل بال 43 كيلو الحقيقة يعني، بيحصل لهم مشاكل كتيرة جدا من كتر الترجيع، السمنة اختفت بقى عنده لعنة تانية اللي هي لعنة الترجيع باستمرار، مش قادر ياكل حاجات صلبة وبياكل سكريات وشوكولاتات وايس كريم ومعجنات، وعمال يزحلق حاجات اللي هي تقدر تدوب، الحاجات الصلبة كلها اللي فيها الرمق وفيها الفيتامينز وفيها التغذية السليمة ما بتوصلش المعدة، بيتزنق فيها وبرجعها وبيبقى فيه صعوبة جامدة جدا. فطبعا ده يا اما يعمل تحويل مسار، بعض الناس بيعمل تحويل مسار معدة مصغر وده يعني قليلة، ولكن معظم الناس اللي هي ما بعد التدبيس لازم يعمل تحويل مسار معدة كلاسيكي. الهدف منه ان انت تاكل وتاكل اكل طبيعي زي الناس اللي هي بتاكل الطبيعيه وتخس، لان التدبيس بيبقوا مزنوقين في ان هم بياكلوا حاجات سكريات عاليه جدا، فتقوم تزود الوزن وهو مش عارف ياكل. يا ريته بيعرف ياكل ويزيد في الوزن، هو بقى يعني استريح حتى يعني مش متعذب، لكن هو اللي متعذب مش قادر ياكل وبيزيد في الوزن طبعا، فحاسس ان هو طبعا طول الوقت مش مبسوط. فعملية تحويل المسار هي علاج جذري للناس اللي هم عندهم مشاكل في تدبيس المعدة. التكميم قابلة للفشل، يا إما ما اتعملتش كويس فأنت محتاج تعيدها بصورة مظبوطة، أو كانت معمولة كويس وزادت في الحجم فمحتاجة تقص تاني، أو محتاجة إن أنت تحولها لتحويل مسار معدة مصغر أو كلاسيكي. ومن العلامات الجميلة اللي هي ممكن تعملها إعادة بسهولة وباحترافية شديدة.
تحويل مسار المعدة المصغر قابل للفشل، يا إما ما اتعملش كويس فمحتاج يتعاد يتعمل كويس، أو هو اتعمل كويس وفشل على المدى البعيد بأسباب يعني قد تكون بسبب سوء استخدام، ممكن يحتاج إلى إعادة إصلاح لتحويل المسار، يتعمل إصلاح على تحويل مسار المعدة المصغر، ويمكن تحويله إلى تحويل مسار معدة كلاسيكي بسهولة جدا. وتتعامل بان انت ممكن تسيب يعني ممكن تعمل يعني في حاجات ما انتش لازم تقص المعده كلها وتصلحها من اول وجديد. واحد عمل تحويل مسار معده مصغر عشان السكر وكان عنده وزن مش كتير، وبعدين الوزن مش كتير ده ما زادش، وبعدين السكر رجع تاني. في حاجه اسمها الجات ادابتيشن والهرمون الادابتيشن، في اسباب قد تعيد السكر مره تانية. فانت ممكن تسيب المعده زي ما هي وتسيب الوصله زي ما هي وتعمل حاجه اسمها دايفيرتد رون واي جاستريك باي باس، عمليه سهله جدا في وقت قصير، انت بس بتزود متر في سوق الامتصاص، يعني عايز تزود كفاءه المعده متر، ودي عمليه في وقت قصير جدا. فانت مش كل عمليات السمنه المفرطه اللي هم الناس اللي هو عاملين تحويل مسار معده ومصغر مش كلهم لازم تعيد كل العمليه، لا انت ممكن تضيق الباوتش، ممكن تحولها لتحويل مسار معده كلاسيكي كامل، او تعيد او تعملها دايفيرتد رون واي بان انت تزود متر بس من سوء الامتصاص. عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي يمكن اصلاحها بكذا طريقه، طريقتين منهم مشهورين جدا، ان احنا نعمل نصغر حجم الباوتش، لان تحويل مسار المعده الكلاسيكي الباوتش بتاعتها لو زادت يبقى هي مش تحويل مسار معده كلاسيكي، هي لازم تكون معده صغيره، معده صغيره حجمها صغير مش زي تحويل مسار المعده المصغر، لان هي قائمه عن تصغير حجم المعده. احنا بقى لو هي فشلت على المدى البعيد، وخصوصا يعني ليها نسبه فشل طبعا، ومعظم الناس تكون جايه من بره، لان احنا يعني في مصر بنعمل تحويل مسار المعده المصغر اكتر من الكلاسيكي شويه. فدايما بيبقى يا اما عايش مصري عايش بره او جاي من بره هو يصلح عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي، بنصغر حجم المعده، وفي معظم الوقت بنحتاج نعمل عليها باند، تبقى باندد باي باس. الوصله ما بين المعده والامعاء بتكون وسعت، بنعملها سليفنج للجاستروجينوستومي، تضييق للوصله ما بين المعده والامعاء، عشان احنا عايزين نعمل ريستريكشن، يعني تبقى وصله صغيره. الاخر حاجه ممكن نصلح بيها تحويل مسار المعده الكلاسيكي الديستلايزيشن، لو انت حجم المعده بتاعك صغير الوصله بتاعتك صغيره يبقى ما عندكش طريقه ثانيه اللي انت تعمل ديستلايزيشن او تنقل الوصله على بعد ابعد شويه بحيث تزود المساحه من الامعاء اللي هي بتمتص السكريات والدهون تستبعدها يعني. طبعا ده احنا في حاجات احنا بنقعد مع العيان يكون بس محطوط على يعني عمليات السمنه المفرطه، عمليات الاعاده لابد من مراجعه المريض ان هو الهابتس بتاعته اصلا مظبوطه ولا مش مظبوطه. يعني نصيحه للناس اللي عاملين تكميم، احنا مش عايزين نعمل لكم كلكم كل الناس اللي فشلت بعد التكميم، لو عمليتك مظبوطه ما تعملش تحويل مسار او تعمل عمليه اصلاح على طول، انت في خطوات امشي على الوضع الطبيعي. يعني سي ان انا ما بعد تكميم المعده حجم الوجبه صغير، الجوع قل، الشبع زاد، ولكن عدد الوجبات زاد، هو جريزنج، هو كل 5 دقائق 10 دقائق كل نص ساعه عمليه بينصب على نفسه بالظبط كده، فانت قللت العمليه ساعدتك من ناحيه وانت يعني لفيت من ناحيه ثانيه. فاذا نصيحه للناس اللي عاملين تكميم المعده، احنا عايزين نرجع للوضع الطبيعي اللي هو الفطار والغداء والعشاء للناس، لمعظم الناس، او عدد الوجبات يكون مقبول 5 وجبات في اليوم مش هيحصل حاجه. لكن ما بقاش انت بتحسب عدد الكالوريز في اليوم او عدد الوجبات في اليوم تلاقيها 15 وجبه، الجريزنج ده تعمل له ايه؟ ما ده السؤال. الناس اللي هي قللت كميه الوجبات الصلبه الصحيه السليمه ولكن عنده سوء استخدام في السكريات بعنف شديد بنصب بطريقه ثانيه بالظبط، فانت زودت، انت بدل ما قللت كميه الـ 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 الاكل بالظبط، فانت دلوقتي زودت المستهلك من نوعيه الاكل بصوره قد تكون ضاره، وتزود الوزن وانت مش حاسس ان انت زودت. اللي احنا دول بيبقى سهل عليكم لو مع شويه تعليمات بسيطه، وفي شويه ادويه متوفره يعني طبيا بتيجي من الصيدليه باستشاري تغذيه بيكتب ادويه بتساعد على ان هي تنشط العمليات مره تانية، بتشتغل على مراكز الجوع، بتشتغل على زياده الشبع اكتر، بتشتغل على ان هي تنظم، تساعد على تنظيم عدد الوجبات، وده تحت استشاري التغذيه بيقوم بدوره اللي هو المظبوط. اذا المريض ينبغي ان يستوعب انه هذه العمليات كل العمليات القديمه التي منعت من العالم يمكن الان تصحيحها بالعمليات الحديثه الافضل، العمليات الموثقه.
العمليات نفسها التي لو حدث فيها أي نوع من الخلل نتيجة تصرفات سيادتك أو عدم جودة في تصنيع العملية نفسها يمكن إصلاح الأمر مرة أخرى والعودة إلى عملية شبه بيرفكت. كل ده كمان بالإضافة إلى أنك أنت نفسك بقى تبقى مش تويستد، مش ملتوي على العملية، ما يحصلش نوع من الاحتيال، ده التعبير الدقيق على العمليات. ما نقولكش تمتنع عن كذا وساعتك تمتنع عن الأكل الكتير، آه لكن تمشي في اتجاه السوائل المليانة سكر والشوكليتس والحلويات، يبقى أنت كده تعمل احتيال. أرجوك ما تبقاش محتال. ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع الأستاذ دكتور كريم صبري، أستاذ جراحة السمنة والمناظير، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس والمدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، دايما بتنورنا. شكرا. ودايما بتضيء مناطق مهمة جدا في عالم جراحة السمنة. نورتنا. شكرا. شكرا. خليكم معنا. سهل. الدكتور محمد مجدي النجار استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج، مدير مؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم. أهلا بكم. النهاردة لقاء من طراز خاص، لقاء طبعا من أصحاب المقام الرفيع في مجال، الحقيقة أنا عايز أقول يا جماعة أنه مجال الإنوريكتال سيرجري أو جراحات المستقيم أو جراحات المستوى المنخفض من الجهاز الهضمي، ده اسمه اللور جي اي تي، دي لفترة طويلة جدا كانت الثقافة المصرية فيها قليلة. الناس ما كانتش عارفة ايه هو النصور مثلا، ويترددوا جدا في الذهاب، وكانت الثمن بيكون غالي جدا. ما كانتش الناس عارفة ايه هو، ايه هي البواسير، وايه هي الدرجات اللي تتعالج علاج جراحي. والناس ما كانتش عارفة الاهم من كده، اللي فهموا بقى النصور واللي فهموا البواسير ومروا بتجربه جراحيه وعلاجيه مزعجه، ما شافوش التطور المذهل في عالم الجراحات، وازاي الليزر غير وجه هذه الجراحات واصبحت بعد ما كانت جراحه، مش هنقول ضد اليوم الواحد، جراحه المدى الطويل في الريكفري، في الاستشفاء، في ان انا هقعد في البيت، في ان مشاكل الجراحه هقعد اعالجها، مضادات حيويه، لا بقت جراحات مش بالشكل ده، أقل كثيرا. صحيح في كيسز منهم ممكن تقعد كده، العلم في كل حاجة، خلي بالكم يا جماعة، العلم الطبي في كل الاحتمالات، مفيش في العلم الطبي كلمة أقول لكم إيه الموضوع ده بسيط جدا أو الموضوع ده صعب جدا، قد يكون بسيط في بعض الحالات، قد يكون مضاعفات ومشاكل في حالات تانية لو أهملت. فالنهاردة هنستمتع بحوار من طراز خاص جدا، زي ما قلت لكم في واحدة من الجراحات اللي أنا بعتقد اللي لينا الحمد لله رب العالمين ثواب كبير عند ناس كتير جدا، إن إحنا نقلنا لهم ثقافة. وضيف العزيز هو واحد من رواد هذا المجال اللي عملوا هذا الجهد، فأنا بشكره مقدما على هذا الجهد الكبير، واحد من النجوم هذا المجال، مجال النجوم الطبية يعني لهذا المجال، ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور محمد النجار استشاري جراحات الشرج والمستقيم وعضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج والمؤسس لهيمو كيور، مؤسسة هيمو كيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم من مؤسسة الشهيرة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا دكتور أيمن، ازيك؟ وحشتي خالص. الله يخليك أنت أكتر. أنا بشكرك أولا على المجهود الكبير طبعا اللي أنت عملته في التثقيف لهذه المجموعة المرضية. الله يخليك. هو المجهود ده بتاعك؟ لا ده بتاعك انت الحقيقة، يعني لأنه، وأنا اسمح لي أشكرك يعني على اللي أنت عملته الحقيقة على مدار السنين اللي فاتت. إحنا اتكلمنا في حاجة لو حاجة تفتكر من سنين، إنه ما كانش حد يعرف حاجة أبدا عن الحكاية دي، كانت الناس تبقى عندها آلام وعندها أمراض صعبة جدا، ويمكن التشخيص يبقى غلط، ويمكن المريض مش فاهم قوي أو حاجة. لكن الحقيقة يعني أنا أشكرك إن قدرت تنقل الناس لثقافة عظيمة جدا، وبدأوا يعرفوا، وبدأت الناس تيجي العيادات مشخصة نفسها وعارفة هي عندها إيه وكل حاجة، ويقول لك أنا شفت حد بيتكلم على الحكاية وكل حاجة. فالحقيقة يعني الوعي اللي حصل في الحتة دي كان وعي عظيم جدا، وبدأ ثماره تبان، وبدأت الناس تعرف، وبدأت الناس تفهم، وبدأ اللي عنده نصور شرجي يبقى عارف إنه عنده نصور وما ينفعش يسيبه، وبدأ اللي عنده بواسير عارف هو عنده إيه، وهكذا يعني. بدأت الناس تاكل صح شوية، بدأت الناس ما تعملش عادات غذائية غلط وحاجات زي كده. حاجة عظيمة جدا أشكرك عليها. أنا أشكرك شكرا جزيلا، أنت اللي قدمت كل هذا الجهد وكل هذا التواجد الرائع جدا، والعمل كمان اللي فيه مكيور ما شاء الله بيتطور، يعني بتطور يعني up to date الحمد لله على مدار الساعة. صحيح. عايز أبدأ بالنصور، كلمة على فكرة كانت غامضة عند ناس كتير، وما زال برضو كتير. صحيح. من الناس ما يعرفوهاش. النصور عبارة عن فتحات موصلة ببعضها بالتراك،
اذا قلنا ان هو جنب الشرج فنسميه ناسور شرجي، اذا قلنا ان هو في المنطقه السفلى من الظهر عند منطقه العصعص فنسميها ناسور عصعصي، اذا جه عند السره فنسميه ناسور سري. فناسور بالمعنى العام هو عباره عن فتحه وفتحه على الجلد من بره وما بينهم تراك او قناه من النص. الاغلب واللي بنشوفه كتير هو الناسور الشرجي او ناسور عصعصي. خلينا نبدا بالناسور الشرجي. ناسور شرجي يعني عباره عن فتحه داخل فتحه الشرج وفتحه خارج فتحه الشرج وما بين الاثنين تراك او قناه. يبدا الحكايه دي بابسس ببيري انال ابسس، بخراج جنب فتحه الشرج. اذا اهمل الخراج وما اتفتحش بشكل سريع البكتيريا تجري وتكستند وتعمل تراك ويبقى اسمه بيري انال فيستولا. لكن اذا فتحنا الخراج على طول، وفرصه نقول للناس انه اي حد عنده بيري انال فيستولا، عنده بيري انال ابسس، عنده خراج جنب الشرج، اي حد حس بوجع غريب فجاه مش الوجع حتى المعتاد عليه او حاجه، لابد نروح لدكتور. واذا لقى خراج لابد الدكتور يفتحه على طول. مفيش حاجه اسمها ناخد مضاد حيوي وحاجات زي كده، لانه هيخلي البكتيريا تجري لفوق وتعمل التراك ويبقى فيستولا كامله او ناسور شرجي كامل. طيب بالمناسبه ان الخراج اللي بيجي جنب الشرج ده بيبقى الم حاد وبيحصل فجاه، يعني اذا واحد ما عندوش حاجه وفجاه لقى وجع عنيف جدا واحنا نسميه سروبنج بين او وجع زي النقح كده، حاجه بتنبض جنب فتحه الشرج، اذا ده حصل فانت اكيد ما عندكش حاجه من الحاجات العاديه، مش ما عندكش بواسير ولا عندك حاجه غريبه، اللي هي غالبا بتبقى خراج واذا ما اتفتحش بيعمل الفيسله. فناسور شرجي يعني عباره عن فتحه بجوار فتحه الشرج متصله بفتحه اخرى داخل فتحه الشرج وما بين الاثنين تراك او قناه بتخلي الافرازات تنزل من الفتحه الخارجيه. السؤال دايما يعني اللي هو الكلاسيكي، هل يمكن ان يتعايش مريض مع مثل هذه الحالات؟ الحقيقه لا، احنا ممكن نقبل ان مريض يتعايش مع بواسير من الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه او حاجات خفيفه زي كده، ويقول انه هيعمل لايف ستايل موديفيكيشن، لانه الدرجات الاولانيه من البواسير يمكن علاجها بدون اي عمليات ولا اي حاجه خالص. لكن مفيش ابدا درجات للناسور يمكن علاجها باستخدام الادويه او يمكن علاجها بمرور الزمن، يعني لانه عباره عن بكتيريا، عباره عن باس سيلز، عباره عن خلايا صديديه. اذا انا اسميه دايما او اوصفه ان الناسور الشرجي ده عامل زي الشرخ اللي بيجي في ازاز العربيه، انت اول ما بتتخبط كده بالطوبه تلاقي شرخ صغير، سيبه العربيه دي لحد بكره هتلاقيه كبر شويه، سيبها لحد اسبوع هتلاقيه كبر خالص لحد ما يوقع الازاز بتاع العربيه. فالناسور عامل كده بالظبط، يبدا سنتي سنتي ونص، نقول للمريض روح اعمل رنين مغناطيسي نشوف الناسور ده قد ايه، لاقيه سنتي ونص. المريض يهمل شويه ويجي بعد شهرين ثلاثه نعمل رنين مغناطيسي نلاقيه ب 4 5 سنتي. في الاول يبقى الناسور ده سطحي او ليه علاقه بعضلات يمكن ما تبقاش ذات قيمه قوي يعني. اذا اهمل يكبر شويه ويطلع فوق العضلات ويبقى انواع كتيره زي ما هنقول بقى كمان شويه. فالحقيقه ان الناسور الشرجي لا يمكن ابدا التعايش معاه، اي مريض عنده ناسور شرجي لابد يعالجه، يعالجه باي طريقه كانت على حسب نوعه، لكن لابد انه يتعالج، ما ينفعش يتساب ابدا. القصه بتبدا بالانواع والاسباب، في تداخل اكيد بين كلمه نوع وسبب. بالظبط. الناسور ده سموه انواع، واحد خواجه كده اسمه جود سالز عمل حاجه اسمها جود سالز رول، قال لك احنا هنسمي او هنقسم الناسور على حسب العضلات اللي هيخش فيها. والحكايه دي هو يعني التقسيمه دي يمكن من 1913 ولحد دلوقتي ما زالت معتمده وكلنا بنمشي عليها. اذا كان الناسور ده تحت الميكوزا بس، يعني مش واخد اي عضلات خالص، يعني يا دوبك الفتحه اللي بره جنب فتحه الشرج والفتحه اللي جوه مالهاش علاقه مالهاش دبس مش واخد عضلات، نسميه سوبرفيشال فيستولا. نفتحه بالجراحه، نفتحه باي حاجه، نفتحه يعني ايا كان، مش هيحصل منه اي ضرر. طب اذا كبر شويه وخد عضله من اسمها انترنال سفنكتر فنسموه انتر سفنكتريك، يعني واخد الانترنال سفنكتر. ناسور سهل، احنا كجراحين نقول عليه سهل، يتعمل بالجراحه، يتعمل باي كان برده سهل، ما هيش قضيه. اذا كبر الناسور شويه فيسموه اكسترا ترانس سفنكتريك، يعني واخد جوه الاكسترنال سفنكتر، وترانس يعني عبره، والاكسترنال سفنكتر يسموه ترانس سفنكتريك، يعني واخد الانترنال وواخد الاكسترنال سفنكتر. اذا كبر عن كده يسموه اكسترا سفنكتريك، يعني فوق العضلات. اذا كبر فوق خالص بقى فوق الفيترو اناي العضله اللي في النص دي، يبقى اسمه سوبرا سفنكتريك، يعني فوق العضله. ولذلك يعني مستويات، يعني على حسب ده تقسيم تشريحي وهو ده ما زال معتمد لحد دلوقتي. يعني مثلا الخط الرفيع الاولاني ده هو اللي بره، ثم يكبر شويه يبقى فوق، وهكذا وهكذا. اوكي. طيب الانواع بتاعته دي مهمه جدا، لان نوع الناسور هو اللي هيحدد احنا هنعمل ايه في الناسور. طب احنا بنعرف نوع الناسور ازاي؟ بالرنين المغناطيسي ولا شيء تاني غير كده. بعض الفحوصات زي مثلا الاندو انال الترا ساوند او حاجه تساعد شويه، لكن مفيش حاجه تقدر تقول الناسور ده واخد ايه من العضلات غير الرنين المغناطيسي. طب هل ينفع مريض عنده ناسور شرجي يعمل عمليه من غير ما يعمل رنين مغناطيسي؟ غلط. مفيش حاجه اسمها كده، لانه انا مش هبقى عارف
او انا بقى هحط المريض في الحته بتاعه المفاجاه، ان انا اخش العمليات واقول له ده انا اتفاجئت ان لقيت كذا فعملت كذا، وده ما بقاش في الطب ابدا، لانه لازم من حق المريض انه يبقى عارف ايه اللي هيحصل خطوه بخطوه جوه العمليه، ويناقشك وتناقشه فيها، ويبقى عارف هو هيحصل له ايه بعد العمليه خطوه بخطوه. ولذلك الانواع هي مهمه جدا للدكتور قبل ما تبقى للمريض، لانه هو اللي هتحدد احنا هنعمل ايه وهنشتغل ازاي. اسباب النسور مفيش حاجه ابدا غير انه بيحصل خراج جنب فتحه الشرج. لكن ايه اسباب الخراج بقى؟ مليون حاجه، ان يمكن المريض مش واخد باله قوي من الهيجين مثلا، يمكن المريض بيقعد فترات طويله فعنده حاجه اسمها احتباس حراري حوالين الشرج، يعني في حراره دايما حوالين الشرج. يجي عند الناس اللي اكتر اللي يمكن تستخدم الاندروير مثلا او حاجات مصنوعه من البوليستر او الحاجات اللي تسبب دايما في حراره كده او حاجه، فالحراره دي تعمل شويه انفكشن مع القعده الطويله او حاجه، الانفكشن يعمل خراج، الخراج يعمل نسور. فاذا كان في خراج تاني اهو جنب فتحه الشرج لابد يتفتح في ليلتها، يعني ما يستناش ابدا، لانه لو استنى الخراج احنا بندي له فرصه للبكتيريا اللي مش عارفه تطلع لبره دي انها اكستند وتعمل تراك وتفتح في الشرج، تمتد وتعمل التراك، تعمل النفق بتاعها، لا يعمل النسور بالظبط 100%. التشخيص هنا بقى نقف، احنا اتكلمنا على الواضح ان الام ار اي هي واحد من ستون كورنر بالظبط. التشخيص يعتمد على الكلينيكال بيكتشر، على الدكتور شايف ايه وشكوه المريض. المريض اولا هيشتكي من انه عنده شويه ديسشارج، عنده افرازات بتخرج من فتحه بجوار فتحه الشرج. الافرازات دي قد يكون لونها اصفر، وده الاغلب تبقى شويه جرينش لو عليها شويه انفكشن ولا حاجه. قد تكون حتى الافرازات اللي بتخرج دي بعض الفضلات، يعني لو الانترنال اوبننج الفتحه الداخليه دي واسعه هيباس ستول من الاكسترنال اوبننج هيعدي فضلات. مريض يقول لك انا اثناء الدخول الحمام مثلا الفضلات تخرج من الشرج عادي، لكن الاقي شويه خارجين من فتحه جنب فتحه الشرج، فده عنده نسور. طب نشخص بقى نوع النسور ازاي من الرنين المغناطيسي؟ هو اللي هيقول لنا نوع النسور ونقدر نتعامل معاه ازاي. طيب الناس مثلا اللي مش هتقدر تعمل رنين مغناطيسي، اي حد مركب حاجات معدنيه الشرايح والحاجات والمسامير ومش عارف ايه، ما ينفعش يخش الام ار اي، نستغنى عنها ساعتها بالاندو انال الترا ساوند، وبقينا بنعمل حاجه اسمها بروكتو ستيشن او جهاز عظيم كده بيسموه بروكتو ستيشن، عشان نعرف بالظبط نوع النسور بدون ما نعمل رنين مغناطيسي. ينفع في حالات ان المريض ما يقدرش يعمل رنين مغناطيسي، لكن التشخيص يعتمد على وصف الحاله من المريض وعلى شطاره الدكتور وعلى الفحص بالام ار اي او الرنين المغناطيسي. انا بحب التاريخ، عايزين نحكي بقى تاريخ علاج النسور. اكيد يعني في حاجات اثريه ما زالت بتحصل لحد دلوقتي. كان الرومان زمان اول ناس عالجت النسور الشرجي ده، وكانوا كان عندنا حتى كنت هجيبها لك صوره حلوه قوي في تكست بوك امريكاني كده، حاطين واحد روماني وبيعالج الواحد نسور، فحاطط حديده كده والله ما بارك. احنا موجوده لحد دلوقتي الاله دي اسمها بروب او بيسموها بالعربي مسبر، تدخل من الفتحه الخارجيه والفتحه الداخليه وجايب سكينه كده وروح جاي قاطع الحته دي كلها لبعضها. ما زال هذا التكنيك اللي يمكن واحد يشوفه انه حاجه عنيفه جدا ما زال بيحصل، وسموه في الطب فيستليكتومي او فيستلوتومي، ان ندخل بروب ما بين الانترنال اوبننج ونفتح الحته دي لي اوت التراك وننضفه وحاجات زي كده. هو ده الاجراء الجراحي التقليدي اللي لسه بيحصل لحد دلوقتي، وانا في اللحظه اللي بنتكلم فيها دي في 20-30 ألف عمليه بتحصل بهذه الطريقه. ما يهمناش اذا كان النسور صغير، اذا كان سوبرفيشال او واخد حته من السفنكتر صغيره او حاجه ما يهمش، هنقطع ايه ما يهمش. السفنكتر اللي هو الصمام، الصمام المسؤول عن التحكم في التبرز. ما يهمش اذا كان النسور ده بره العضلات دي، لانه حتى لو عملنا جرح ما يهمش هيقفل. طب اذا كان بقى التراك ده جوه العضلات، هل يجوز ان احنا نعمل الفيستلوتومي ده او الفيستلكتومي العادي ده؟ لا يجوز طبعا، لانه هنخلي المريض في حاله من الريسك ان يجي له انكونتيننس، ان يجي له عدم تحكم في مرور البراز. مر التاريخ بقى بالحكايه دي، وبداوا شركه من الشركات تفكر انه من الشركات العالميه يعني تفكر انه ده تراك، طب ليه ما نقفلوش؟ فتعالى نخترع حاجه اسمها جلو، ماده طبيه كده زي السمغ تدخل جوه التراك تقفله. لقوها افشل حاجه، لانها بتخلي الانفكشن الناحيه الثانيه فتعمل ابسس قد كده، فبطلوها. فجت الجماعه بتوع المناظير قال لك طب ما نعمل ستابلر يخش ندبس الفتحه الداخليه بتاعه النسور، فيبقى ما فيش حاجه بتخش من الناحيه دي وده يقفل. لقوا انه برده ما بيخفش لان التراك ما زال موجود. الى ان تطورت الحكايه بقينا بنعمل حاجه عظيمه قوي اسمها الليزر. وبعد الليزر بقى في شويه حاجات كمان، خلي بالك الليزر فكرته انه احنا قلنا ان الحكايه كلها في التراك. طب ليه بدل ما نشيل نقطع التراك ونقطع الحته اللي حواليه، طب ما نشيل التراك نستأصله من جوه التراك نفسه، وكاننا بنخش بحاجه بالظبط تقفل التراك وتشيله وتقفل التيشو حواليها. لقوها حاجه حلوه جدا الحقيقه، ونتائج عظيمه جدا مع استخدام الليزر.
سموا العمليه دي اسمها فيلاك او فيستولا تراك ليزر كلوجر، تعتمد ان احنا هنقفل الفتحه الداخليه بتاعه النسور ونقفل التراك باستخدام الليزر. نتائج كانت عظيمه جدا، بنوصل لدرجه نجاح 80-85%. وصلنا بقى لدرجه نجاح كبيره جدا لما استخدمنا حاجه اسمها فافت. واحنا هنا خلي بالك، تعالى نقول ان ده مريض وعنده خراج بجوار فتحه الشرج، واحنا هنخش نعمل له العمليه دلوقتي. فتحنا الخراج ونضفناه وركبنا سيتون. سيتون ده مصنوع من السيليكون كده، لان في ناس بتستسهل فتحط شويه خيوط برولين او حرير او كلام زي كده، كلام فاضي طبعا، لكن ده السيتون الحقيقي اللي هو مصنوع من السيليكون. صحيح هو غالي شويه، لكن وظيفته مفيده جدا، انه بيخلي التراك يقفل على بعضه، يعني لو حطيناه فرصه قبل الليزر. ثم هنقفل الفتحه الداخليه بتاعه النسور باستخدام فايكريل مثلا او خيط قابل للذوبان، ونقفل التراك بعدها باستخدام الليزر بعد ما نكون احنا اوريدي قفلناه من جوه. بعد ما نبقى قفلناه من جوه اجراء عظيم جدا طبعا، وزي ما بقول لحضرتك نجاحه 80-85%. وفي علم النسور الشرج لما حاجه توصل لنجاح 80-85% الناس تطلع بيها السماء. طيب ما وقفتش بقى الحكايه عند استخدام الليزر، بقى في حاجه اسمها فافت. فافت او فيديو اسيستد فيستولا تريتمنت. طيب احنا كانت الليزر ده كان عظيم جدا، طب كان يعيبه ايه بقى في التكنيك ده؟ انك وانت بتدخل الاوبتيك فايبر او القسطره جوه التراك ما انتش شايف، يعني بتدخل اوبتيك فايبر وتحرق، لا بتعتمد على شطارتك وعلى خبرتك وحاجات زي كده، لكن مش شايف التراك ده بيحرق فين، يعني مش شايف الليزر شكله ايه طالع فين، ومش شايف البرانشز ولا شايف حاجه، مش شايف تفرعات، مش شايف تفرعات. ساعات النسور ما يبقاش خط بس، كانه قناه، ده قناه ليها فروع برانش. طب اذا بقى في شركه، طبعا شركه امريكانيه عظيمه جدا، اخترعت حاجه اسمها فافت، اللي هو المنظار الصغير اللي بيدخل، اللي هو ده المنظار، ده بروب كده بيدخل من الاكسترنال اوبننج، هوريك فيديو ليه دلوقتي عظيم جدا. طب اذا قدرنا نشوف جوه التراك، تتخيل كده ان احنا هندخل جوه التراك نفسه. التراك ده رفيع، رفع جدا بالملي، وعشان كده احنا كده داخلين، خلي بالك الويتس ده كله 3-4 ملي ولا حاجه بالكتير، يعني احنا كده جوه التراك، فبقينا شايفين ما داخل النسور. دي اصغر كاميرا شفتها؟ لا 4 ملي. ما 4 ملي دي اصغر كاميرا شفتها، يعني انتوا دلوقتي بتشوفوا اصغر نوع من المناظير على الاطلاق. بالظبط، اصغر نوع 3-4 ملي، احنا جوه التراك. انا نفسي الحقيقه يعني ما كنتش متخيل ان ممكن يجي اليوم اللي ابقى شايف فيه النسور، يعني شايفه رؤيه العين كده. يعني انت لما بتحكي لي دلوقتي بتقول لك وانتوا يعني بتحلموا ان انتوا تدخلوا جوه النسور. النسور ده يا جماعه عباره عن قناه رفيع بالزبط. جدا زي الشعره تقريبا، رفع شعرتين جنب بعض. صحيح بالملي يعني. يعني حتى لما قلنا سور كبير شويه اقول لك ده 6 ملي مثلا، ده 5 ملي حاجه كده يعني. فبقينا بنشوف جوه التراك، ما بقيناش بنعمل الليزر لوحده، وبقينا بنعمل الليزر كومبايند ويز فافت، يعني واحنا شايفين كده. فبقينا نشوف لو في برانش دلوقتي هنشوف هو كانه حاره كبيره جوه الشارع يعني، فبقينا بنحرق. طبعا بتكبر الصوره دي متكبره جامد، متكبره طبعا، ماجنيفايد كبيره طبعا. احنا كده جوه التراك، ودلوقتي بنحاول نعمل شويه ديبرايدمنت، يعني نطلع كل النكروتيك تيشو اللي جوه زي ما حضرتك شايف دلوقتي، الخلايا والانسجه الميته، وبعدين بقى نحرق. بعد ما نخلص نحرق بالليزر. فنبقى خلينا النجاح اللي كان عظيم جدا بالمناسبه 80-85% ده اصبح 90% و95%، وبالعكس كمان يعدي حاجات كبيره قوي لما بدانا نستخدم الافكار بتاعه الشركات المختلفه. الليزر ده اللي بتعمله شركه المانيه عظيمه قوي، والفافت ده شركه امريكانيه، او ما اعرفش ينفع نقول اسامي ولا لا، لكن جبنا الشركه دي مع الشركه دي، وبقى الاثنين كومبايند ببعض، فعملوا تكنيك حلو قوي انك تحرق. نقول الاسامي يا اسامه، مش محتاجين دعايه دول يعني. الفافت ده من شركه ستورز الامريكيه، والليزر من شركه بايوليتيك، والاثنين بالمناسبه من اكتر الناس اللي بتنافس بعض يعني. لكن مؤخرا لما بداوا يشتغلوا سوا، يعني في ورك شوب الاخرانيه اللي كنا بنعملها، لما بدانا نعمل الحالات واحنا واخدين من هنا احسن حاجه ومن هنا احسن حاجه، الحقيقه ليزر مع منظار، ليزر مع المنظار، مع الفافت بالظبط. ده مش منظار بالمعنى المفهوم، ده نقدر نقول عليها كاميرا 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 بالظبط. هي البروب الصغير اللي قدام ده بيدخل جوه الاكسترنال اوبننج، وده اللايت سورس بتاعه اللي طالع فوق اللي لافف على بعضه ده، والورا ده تشانل بتخلينا انا ادخل فرشه، اقدر اكحت حاجه، ادخل قسطره الليزر، اقدر احرق بيها. الحقيقه بقت نتائج عظيمه جدا. وتخيل بقى ان احنا تطورنا من ايام ما كنا بندخل حته حديده ونقطع كده، الى ان احنا بقينا بنعمل الحكايه دي باستخدام الليزر وباستخدام المناظير، فنتائج بقت عظيمه.
واللي اهم من ان النتائج بقت عظيمه ان السيفتي بقى 100%. بقيت انا اقدر وانا قاعد في العياده اقول للمريض احنا هنعمل عمليه نسور شرجي ايا كان صعوبتها و100% مش هيحصل انكونترنس، 100% عدم تحكم في البراز، في البراز تبرز. انا اخش العمليه وهو كمان في بطننا بطيخه صيفي زي ما بيقولوا، ان مش هيحصل. التخوف الكبير بالظبط اي مريض بيفكر فيه بالظبط انه ما يحصلش ابدا ابدا الحمد لله يعني. ويمكن احنا على مدار الخمس ست سنين اللي فاتوا يمكن عملنا اكتر من 10000 مريض يعني ما عندهمش ولا واحد الحمد لله يا رب بفضل من ربنا جاله مساله الانكونتنس دي ابدا يعني. تنورتني اسعدتني الله يخليك وكالعاده ابدعت وابهرتني النهارده الله يخليك بالحاجات الجديده الجميله دي. ما تنسوش انه يعني الامراض زي النسور الشرجي وغيرها بترتبط ارتباط وثيق جدا بكثير من الامراض، يعني مثلا السكر، نقص المناعه، اللوكيميا، مشاكل النخاع العظمي، كل ما المناعه تقل كل ما فرص الانفكشن العدوى تزيد، والعدوى او الانفكشن بأورجانيزم ايا كان ده ممكن يكون بدايه المشكله. ضيفي العزيز الاستاذ دكتور محمد النجار استشاري جراحات الشرج والمستقيم وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الشرج والمدير المؤسسي سيموكيور لعلاج امراض الشرج والمستقيم، ابدعت كالعاده ونورتنا بالمنظار بس في قناه يعني في حلقتنا وب يعني بقول ايه ده حد يتخيل انه مليمترات شاف بالمنظار؟ العلم ملوش يعني، علم المناظير وعلم الكاميرات علم متقدم للغايه للغايه، وده مهم جدا. وقتها الليزر ايضا فرق كتير جدا في عالم الجراحات اكيد صحيح، خلى هذه الجراحات بعد ما كانت جراحات مزعجه للغايه اصبحت جراحات مامونه للغايه، ودي مهمه جدا. خليكم دايما معنا سلام.